غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو ألو سلام سلام ونعمة سلام ونعمة أبونا دانيال. أيوة الرب يباركك ويبارك محبتك. لعل ساعتك بخير يا فندم. بخير يا حبيبي دايما إن شاء الله. في إمكانية كان عندي استفسار بسيط لو تكرمت. مين حضرتك الأول؟ أنا اسمي أبو مريم وبتكلم من أمريكا حضرتك. أبو مريم بتكلم من أمريكا. لا أهلا وسهلا بيك. حضرتك بالنسبة لموضوع سر مسحة المرضى يعني. كنت قرأت مقال في سانتي تاكلا يعني كاتبة جميل كلام جميل جدا بصراحة وبترد فيه على البروتستانت الذين يؤمنون بأسرار الكنيسة وجابوا بالدليل والبرهان ان ده السر اساسا سلطان من المسيح اعطى السلطان ده للتلاميذ وجابوا ادلة على كده ادلة قوية جدا. مثل حضرتك متى 10:8 يقول اشف مرضى لوقا 10:9 نفس الكلام اشفى 6:13 بيأكد انهم خرجوا شاهدين ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فاشفوهم. ادي النقطة الاولى. النقطة الثانية كمان غير سر مسحة المرضى ان المسيح اعطى للكل كل المؤمنين سر شفاء الامراض والكلام ده موجود فين؟ في نهاية انجيل مرقس الاصحاح 16. القطعة ده فوق. كنت خلاص اخدكم معايا فوق يعني خد واحدة بس اليوتا فوق وخد ده فوق كمان واحدة خد معاك يلا بقول لحضرتك ده بالنسبه لموضوع سر مسحه المرضى. نسيت اضيف كمان ان في دليل قوي جدا ان يعقوب اخو الرب بيقول في رساله يعقوب 5:14 5:15 امريض احد بينكم فليدع شيوخ الكنيسه فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب وصلاه الايمان تشفي. صلاه الايمان تشفي. بالنسبه للمؤمن العادي الذي يؤمن باللاهوت ويؤمن بيسوع بيقول مسيحي عامه ده في انجيل مرقس 6:17 6:18 فبيقولوا هذه الايات تتبع المؤمنين المعجزات. اولا يخرجون الشياطين باسمي، ثانيا يتكلمون بالسنه جديده، ثالثا يحملون حيات، رابعا وان شربوا شيء مميت لا يضرهم، والشاهد الاخير ويضعون ايدي. فاحنا عندنا اثنين، الشيء الاول انه في سر مسحه المرضى اعطاه للكهنه وسر وبعدين متاسف وسلطان اخر او معجزه تثبت الايمان هي من ضمنها شفاء الامراض. اللي هنا حضرتك الشاهد هنا اذا كان الكنيسه اخذه من يسوع نفسه سلطان شفاء الامراض وان المسيح العادي المؤمن العادي بيعمل معجزات من ضمن هذه المعجزات يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. فلماذا الكنيسه لا تذهب الى المستشفيات وتبرئ جميع مرضى الكورونا؟ لو كان السلطان موجود وبالايمان كل حاجات ممكن تمشي، لكن ربنا بيسمح للناس ببعض التجارب. ده كلام جميل جدا جدا. انت بتقول السلطان موجود؟ نعم انا السلطان موجود ايوه للشفاء ممتاز، لكن الرسول نفسه كان مريض ما شفاش نفسه يعني. جميل يعني فاهم قصدي؟ يعني احنا عندنا السلطان ايوه في الايمان ان كل المرضى يشفوا معايا، لكن ربنا سامح بالمرض. جميل جدا جدا. الموضوع اهميته تكمن في ايه الكهنه اللي هم المسؤولين عن هذا الكلام، علشان في سر ثاني بيقول كده واحسان قد فعل خطيه تغفر لهم. فهو لا يحفظ سر المرضى سر اسمه سر التوبه والاعتراف. نعم صحيح. بس في نقطة هنا حضرتك أنا في نقطة مهمة جدا أنت قلتها وأنا موافق ما عنديش مشكلة. أنت بتقول الأمر يرجع لله، تمام صح الكلام، يعني ممكن لا يشفى ممكن يشفى صح؟ مش ده كلام حضرتك؟ ممتاز. بس الله هو المسيح صح؟ أيوه. والمسيح أعطاك السلطان تشفي، ليه تعجز عن الشفاء؟ إذا كان هو راضي بمزاجه بمحض إرادته أعطيك السلطان تشفي، عاوزك تشفي،
عاوزك تعمل دليل على ان هو الله، وانت عاجز ان هو تثبت هذا الموضوع بانك غير قادر على الشفاء. لو قلت ان الله لا يسمح، لا الله سمح، لان الله هو المسيح حسب ايمانك، والمسيح سمح لك بهذا السلطان، اعطاك السلطان ان تشفي المرضى، كيف تعجز عن شفائهم اذا كان السلطان من الله نفسه؟ الله هو اللي سامح. ايوه يعني انت دلوقتي عايز تسال سؤال، يعني خلينا مركزين في السؤال. انت عايز تقول ان احنا لينا سلطان نشفي المرضى، ليه ما بنروحش المستشفيات ونشفي المرضى؟ لا كده يعني؟ لا 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 انا فاهم حضرتك. انا اولا بشكرك على ادبك وسعه صدرك، دي اول حاجه. بس صوتك بعيد شويه، يا ريت لو تقرب شويه من السماعه. صوتك بعيد، صوتك بعيد. مش مشكله. الشاهد من ايوه الان الصوت ممتاز الان. الشاهد من هذا الكلام، اسمعني حضرتك. بص انت حضرتك اخذ سلطان من المسيح، اوصى كلام حرفيا من سانت تكلا، اوصى يسوع لتلاميذه اتمام هذا السر عندي ارسلهم للكرازه، اشفوا مرضى، طهروا برصا، اقيموا موت، اخرجوا شياطين، مجانا اخذوا. أيوة. مجانا. اذا هنا واعطاهم كلام من سانت تكلا دليل على سر مسحه المرضى حرفيا اقتباس كوتيشن، واعطاهم سلطانا على ارواح نجسه حتى يخرجوها، واعطاهم سلطان يشفوا كل مرضى وكل ضعيف. انت عاكس سلطان الله، الله اعطاك السلطان، كيف تقول الامر يرجع لله؟ أيوة. اذا كان الله سامح به السلطان ده. ايوه ثواني واحده حبيبي. السلطان ده مسموح مقابل الايمان بابن الله، فاهم قصدي؟ لا الكلام ده يعني صحيح. انا هروح لشخص، لا 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 انتظر، الكلام ده هكلمه اقول له باسم يسوع المسيح قوم وامشي. طيب الناس ما بتقولش كده. الايمان لما بطرس ويعقوب وبطرس ويوحنا راحوا الهيكل وشافوا ايه كده، راى ان له ايمانا ان يشفى، فقالوا له ايه؟ باسم يسوع المسيح المصير قم وامشي. ممتاز. لكن النص الموضوع النص ما بقولش كده. عليك عندك سلطان، وفي جزء على الشخص المريض انه عنده ايمان انه يشفى. يا ساعة الفاضل، النص ما بيقول كده. فين النص يعني؟ بيقول لابد يؤمن بان يسوع ابن الله. النص اعطاه سلطان على جميع البشر، ما بيقولش كده. السلطان ثواني حبيبي يقول لك كده، ربنا يسوع المسيح على كل المسجد في الانجيل، انا مش فاكر الشاهد بس بالظبط حبيبي يقول كده، انه راح كفر نحوم ولم يقدر ان يصنع ايه واحده وذلك لعدم ايمانهم. ده الكلام يعني اللي حضرتك بتقوله في انجيل مرقس الاصحاح 5 العدد 6، وما بيقولش كده ولم يقدر على ان يفعل قوه واحده، وده دليل ان هو ليس الله، الله ليس عاجز. طيب ثواني خليك معايا واحده بس عشان خاطر معايش. اتفضل ثواني. اتفضل. مرقس 6:5 انا بقول مش ذاكره. ثواني معايا نقطه مرور. خد وقتك، خلص نقطه مرور واتكلم. تيك يور تايم. مظبوطه، حافظ الرقم انا. سبحان الله، كان مش عارف انا عارف الرقم فين بالذاكره. ايوه يا فندم اتفضل. شوف حضرتك خليك معايا ثواني بس، ثواني بس انا هقول لحضرتك اما اخلص هقول لك. طيب ثواني، ناخد الموضوع ستيب باي ستيب. النص واضح، الكلام هقول لك حرفيا كما موجود في سانت تكلا، سر مسحه المرضى، اوصى يسوع لتلاميذه لاتمام هذا السر عند ارسالهم الكرازه، اشفي مرضى، طهار بورصه، اقيم موتى، اخرجوا شياطين مجانا اخذته مجانا. ما في شيء في النص بيقول لازم اللي انت بتعمله الموضوع يكون بيوم المسيحيه. لوقا 10:9 واشفوا المرضى الذين فيهم وقول لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. مرقس 6:13 واخرجوا شياطين كثيره ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوا. ما في اي نص يقول هم كانوا بيؤمنوا بايمان يسوع ابن الله. حتى يسوع عندما كان يشفي المرضى لم يقول لهم انتوا بتؤمنوا بيا ولا تؤمنوش بيا، كان هو تلقائي بيشفي المرضى. بياكد الكلام ده لوقا 9:1 ودعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم قوه وسلطان، بيع الشياطين وشفاء المرضى. ما قالش لابد يكون اللي بتشفيه يشهد ان انا ابن الله. نفس الكلام مرقس 3:14 3:15
واقام 12 ليكون معهم ويرسلهم يكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الامراض واخراج الشياطين. ما في شيء هنا بيقول لابد اللي انت بتعمل عملية شفاء ليه يؤمن ان انا المسيح وانا ابن الله. الكلام ده مش موجود في الانجيل. ايوة احنا بنقول اللي بيعطل الشفاء ان الشخص اللي يكون قدامك ده مش مؤمن اساسا. الكلام ده مش يعني مش مؤمن بهذه القوة اللي انت بتديها له. وانت هتديله قوة ليه؟ ربنا يسوع المسيح شفى مرضى كثيرين. ليه ما شفاش كل المرضى اللي في وقته؟ ايوه بس الناس ما بقولش كده. الناس بيقول السلطان على الجميع، اعطاهم سلطان لشفاء الامراض. ما قالش حبيبي السلطان للشفاء. هل التلاميذ لما كانوا بيخش مدينه من المدن كان بيشفوا كل المرضى اللي فيها؟ ما كانش بيشفوا كل المرضى. لما بولس الرسول في اعمال بس بولس مش نجا من السفينه، نجا من السفينه، يقول كده انه جابوا مرضى وحطوهم قدامهم، اللي جابوهم شفاهم. ممتاز. بس بولس مش تلميذ. انت بتتكلم على التلاميذ اللي اسمه 10 اللي هو اعطى لهم سلطان شفاء الامراض. احنا بنتكلم على التلاميذ. ايوه معقول اتخذ السلطان برضو. اخذوا من مين حضرتك؟ اخذوا من مين السلطان؟ اخذوا منين؟ من ربنا يسوع المسيح. هو مثلا اصلا لما حنانيا حط ايده عليه، ايوه بس فين؟ وضع يد الرسل على بولس، فخذ يمين الرسوليه وشارك برسول زيهم. بناء على ايه؟ عليه بولس الرسول. بناء على انه شاهد، بناء على انه راى المسيح في الطريق لدمشق، صح؟ ايوه بناء انه راح لحنانيا، حنانيا وضع يده عليه. انا فاهم انا القصه. واعطى له هذا يمين الشركه، يقول كده واعطوني يمين الشركه، اعطوني زيهم زي تلميذ بالظبط. ايوه ما انا بقول لحضرتك بناء على ايه؟ انا اقول لك احنا دلوقتي احنا مختلفين في ايه؟ انت عايز تقول لي ايه وانا اقول لك ايه؟ شوف حضرتك، اولا بس نقطه بولس، اساسا بولس لم يرى المسيح في حياته. بولس ادعى ان هو في الطريق الى دمشق، في الطريق ظهر له. انت ايه؟ بولس ايه؟ لا بولس ايه بتقول انت ايه؟ شوف حضرتك، قصه بولس متكرره في العهد، في العهد الجديد في اعمال الرسول، متكرره ثلاث مرات في اعمال. صوتك بدا يضيع، وضح صوتك شويه. انت حضرتك الان انت بتتكلم على بولس. علاقه بولس بالمسيح، العلاقه هي اساسا ادعائه انه راى المسيح. ما خليك معاه بس الدقيقه بس وبعدين رد عليه. انه هو راى المسيح، يعني هو يقول ان هو قابل المسيح في الطريق الى دمشق، صح؟ قابل المسيح في الطريق الى دمشق. القصه ديت موجوده. أيوة. في اعمال الرسل 9 وموجوده في اعمال الرسل 22 وموجوده في اعمال الرسل. أيوة. 26. تمام. القصه ثلاث مرات لم يقول في نص واحد فيها، ثلاث روايات، انه وراء المسيح. هو لم يرى المسيح. ظهور وسلم. هو لم يرى المسيح. ما تفضل حتى اقرا لك القصه. ثلاث روايات ما اشرى المسيح، لم يراه. كل حضرتك صوت كان بيكلمه من النور، وخلال النور سمع الصوت، تمام؟ لكن ما لم يرى المسيح. هذه النقطة الأولى. النقطة ما في أي دليل على نربط بولس بالمسيح إلا عن طريق هذه القصة. في عندك رواية تانية إن هو له علاقة بالمسيح؟ غير كده مفيش. طيب إذا كانت القصة دي سليمة يبقى الكلام ممتاز. إذا كانت القصة غير سليمة يبقى انتفي علاقة بيسوع. القصة دي متكررة ثلاث مرات في الإنجيل، تمام؟ وانت حضرتك تفضلت وقلت ايه؟ تفضلت وقلت، والكلام ده صحيح حسب روايه، الكلام ده موجود في روايه واحده اللي هي اعمال الرسل 9. اعمال الرسل 9 ان هو ذهب الى دمشق وحنانيا مسحه ووضع على ايده وحلت عليه الروح القدس، تمام ولا انا غلطان؟ تمام. كلام جميل جدا جدا. انتوا طبعا حضراتكم بتقولوا ان لا احد يستطيع ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس، تمام؟ تمام. طيب بولس عندما ذهب الى دمشق الحاله الايمانيه بتاعته ايه؟ هل كان بيؤمن بالمسيح ولا كان بيكفر بالمسيح؟ لا كان بيؤمن بالمسيح، بس هو يعرف المسيح اصلا. لا كان لا منتظر لا المسيح مع اليهود. لا 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 انتظر لا 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 معلش حضرتك. اعمال الرسل 9 الروايه الاولى العدد 1 واما شاول فكان لم يزل ينفذ تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنه وطلب منه رسالة إلى دمشق إلى الجامعات، حتى إذا وجد إناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم مساقين إلى أورشليم وفي ذهاب. وهكذا القصة. عندما ذهب إلى دمشق لم يؤمن بمسيح، بل بالعكس كان بيقبض على تلاميذ المسيح وأعطاهم لرئيس الكهنة. كلام غير صحيح. طيب إذا الرجل كان غير مؤمن، تمام. النص عندك من كلام بولس الرسالة الأولى لكورنثوس الإصحاح رقم 12:3، لذلك أعرفكم انه ليس احد ويتكلم بروح الا يقول يسوع انا سيما،
وليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس، الا حرف استثناء وحصر. يعني مستحيل ان انت تؤمن بلاهوت المسيح الا ما تحل عليك الروح القدس. عندما ذهب الى دمشق كان يكفر بالمسيح وكان يقبض على ادباء، هو ذهب لدمشق اساسا وكان يقتل تلاميذ المسيح. الكلام ده في انجيل في اعمال الرسل 9:1. فكيف استطاع ان يقول يسوع رب بدون ان تحل فيه الروح القدس؟ محل هو ما كانش يعرفه، بس هو لما ظهر له قال له ان انا المسيح. ممتاز ممتاز. اذا هو كيف يقول له رب بدون ان تحل عليه الروح القدس؟ النص واضح، وقال وليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. لو اقرا القصه كامله في اعمال الرسل من العدد 1 اعتقد العدد 17 اما شاول فكان لم يزل نفسه تعددا وقتل على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنه وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات حتى اذا وجد اناسا من الطرف رجالا او نساء يسوقون موثوقين الى اورشليم وفي زحام حدث انه اقترب الى دمشق فبغته ابرق نور حوله نور من السماء فسقط على الارض وسمع صوتا لم يرى انسان لم يرى المسيح، هذا صوت من الضوء لم يراه رؤيا العين زي انا بكلمك انت ولا انت شايفني ولا انا شايفك، دي مثال تمام. فسقط على الارض وسمع صوتا قال شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فسألوا من انت يا سيد؟ فقال انا يسوع الذي انت تضطهده، صعب عليك ان ترفس منافس. فسأل هو مرتعد ومتعب يا رب ماذا تريد ان افعل؟ كيف قال انه يا رب؟ لم تحل عليه الروح القدس، وليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. متى حلت عليه القدس؟ عندما ذهب الى دمشق العدد 11 فقال له يسوع قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم واطلب فيه بيت يهوذا رجل طرطوسيا اسمه شاول اللي هو لا الكلام ده بيتقال لحنانيا وقد راى في رؤيا رجل اسمه حنانيا وضع يديه على يديه لكي يبصر. فاجاب الى ان وصلنا للعدد 17 فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع دخل حنانيا ودخل البيت ووضع يديه على يديه وقال ايها الاخ شاول ايها الاخ شاول ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت به لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. امتلأ من الروح القدس في دمشق وهو راى المسيح في خارج دمشق، فكيف استطاع ان يقول له يا رب بدون الروح القدس؟ ولا يستطيع احد ولا يقدر احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. القصه اساسا ملفقه. ماذا راى بولس؟ بولس راى شيطان. من كلام مين؟ من كلام بولس. بولس يقول ان الشيطان يظهر بشكل ملاك من نور. ان الشيطان يظهر بشكل ابو مريم لغايه هنا احنا محتاجين هذا الفاضل. هذا كلام بولس. بولس بيقول ولا عجب لان الشيطان نفسه يغير شكله. مش انا والله انجيل رساله كورنثوس. فلم يرى المسيح فين؟ راى المسيح فين حضرتك؟ لم يراه. وكيف يقول للمسيح ان هو يقول رب بدون محل عليه الروح القدس؟ والقصه مكرره 3 مرات، والقصه فيها 3 مرات فيها تناقضات. اديك على سبيل المثال اعمال الرسل 9:7 واما الرجال المسافرين معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احد. واقفين بيسمعوا صوت مش شايفين نور. يناقض هذا الكلام اعمال الرسل 22:9 والذين كانوا معي نظر النور واتبعوا ولكنهم لم يسمعوا صوت. في تناقض. نفس القصة نفس الرواية. اعمال الرسل 9 يقول انه يسمعون الصوت. اعمال الرسل 22:9 لم يسمعون الصوت. اعمال الرسل 9:7 لا ينظرون احد لم يروا حتى نور. اعمال الرسل 22:9 نظروا وجدوا نور. كمان الرجال اللي كانوا معه هل سقطوا على الارض ولم يسقطوا على الارض؟ في تناقض. اعمال الرسل 9:4 فسقط على بولس لوحده سقط على الارض. يناقض هذا الكلام اعمال الرسل 26:14. قفل التليفون. كان معانا لواء مباشره الان القمص دانيال من كنيسه سوهاج. القمص دانيال ليه قصه ثانيه انا ما رضيتش اذكرها في وانا بكلمه، لان اذا ذكرتها وانا بكلمه مش كانش هيكمل الحوار.
القمص دانيال شريك مع الدكتور امجد والاثنين من سوهاج. بقول في قصة انا مرضتش اناقش فيها لان لو قلت كلمتوه فيها كان ما كانش هيكمل. القمص دانيال والمشرف والمسؤول على عمليات الترقيع بالكنيسة في سوهاج. القمص دانيال كان شريكه في هذه العمليات دكتور امجد اللي انا حاولت اتصل بيه ما ردش عليه اكتر من مرة. بس انا مرضى لو كنت كلمته في الموضوع ده كان قفل التليفون مباشرة. تمام؟ طيب ثواني بس نشرب ميه. انا طبعا عملية شرب الماء دي خطر جدا 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 يا جماعة. ليه؟ لان الكتاب المقابل لان شرب الماء وحده مضر. وبولس يقول لا تكن فيما بعد شرب ماء بل اشرب قليلا من الخمر. عمليات الترقيع، ترقيع غشاء البكارة. يعني البت لما مؤاخذة تكون زانية وبعد كده يعملوا ترقيع لغشاء البكارة عشان تتزوج. كان المشرف عليها الدكتور امجد المسيحي والقمص دانيال والاثنين ادزوكس. الكلام ده في سوهاج وممكن تعمل بحث على الانترنت هتلاقي الكلام ده. وعادي يعني موضوع الزنا عادي. يسوع يقول لك الزواني يسبقونكم الى الملكوت عادي. والكتاب بيقول لك على حساب الدم انا داخل. ليس من اعمال كان لا يفتخر احد. متبررين مجانا بنعمته والفداء. انك ان امنت بالرب يسوع امنت بقلبك ان الله اقام من الاموات خلصت. من امن واعتمد خلص. وكل شيء يتطهر بدم دون دم بدون سفك دم لا يحصل مغفرة. لابد من سفك الدم. عادي يعني. اذني اسرق اعمل ما تشاء. الرب ايه مات عشانك. افعل ما تشاء. ضحك عليك. اسمه دانيال بس يا عم ده الاسم ده. الو سعادتك اهلا وسهلا سلام ونعمة. اهلا سعادة الدكتور امجد اهلا وسهلا فيك. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. لعل سعادتك بخير. مين معايا؟ انا ابو مريم من امريكا يا دكتور امجد. ابو مريم مين؟ لا حضرتك ما تعرفنيش يعني ناخد يعني اتصل بحضرتك. سمعت عن حضرتك كلام طيب يعني فقلت اتصل بحضرتك وناخد بركة يعني. الله يخليك. متشكرين يا سعادة الدكتور امجد. سعادة الدكتور امجد كان في عندنا حالة كده لو في امكانية يعني. حالته في بنت يعني عاوزين نعمل لها عملية ترقيع يعني لو في في بنت عاوزين نعمل لها عملية يعني خد بالك على موضوع الترقيع ده. ما بس مستعملها للعملية دي. نعم يا دكتور. دي ليها ملكات خاصة مش عندي يعني. ما بس انا سمعت ليه سمعت حضرتك بتعملها وابونا دانيال بيساعدك في الموضوع ده. عملية تلقيح يعني ولا ما خيار؟ لا لا مش تلقيح مش تلقيح. تلقيح ايه بس يا دكتور؟ عملية ترقيع ترقيع غشاء البكرة. ترقيع لغشاء البكرة. لا دي بعتها طبول لحضرتك يا ابونا دانيال. ابعتها باسم ابونا دانيال وابونا دانيال هو اللي يجيبها لحضرتك ماشي؟ لا لا هو بيشوف موضوع خير الاول. يعني ابونا دانيال هو متخصص بالحالات ديت يعني. يعني شوف بس حكايتها ايه موضوعها يعني فكرتها ابعتها لابونا دانيال. ابعتها لابونا دانيال؟ طب في حد تاني في حد تاني ممكن يساعدني في الكنيسه لو تكرمت الرب يباركك ويبارك تعب محبتك؟ هو اللي انا عرفته ابونا دانيال. ابونا دانيال. طب متشكرين جدا دكتور امجد انا عاجز عن الشكر. ماشي. لا لا صدقتوا حضراتكم الكنيسه بتعمل عمليه ترقيع. يعني واحده زانيه وغشاء البكره تدمر الكنيسه بتغطي عليها وتجوزها لواحد مسيحي تاني وما يعرفش. والمتخصص في هذه العمليات دانيال وسامعين الصوت. سمعته عشان تعرفوا ان انا مش كذاب والمعلومات صحيحه. اتفضلوا حضراتكم. كان معانا الدكتور امجد من الكنيسه الارثوذكسيه في سوهاج. الكنيسه الارثوذكسيه في سوهاج في اشتراك من القمص دانيال والدكتور امجد. اي بنت مسيحيه زانيه او شيء من هذا القبيل والغشاء البكره بتاعها ما عادش موجود بيعملوا له عمليه ترقيع ويجوزها واحد تاني عادي. وطبعا اللي بيحصل ايه؟ تروح الكنيسه لابوهم دانيال ولا بتاع عادي جدا. ما هو يعمل لها العمليه دي ببلاش؟ لا طبعا
هو زي ما بيقولوا المصريين ينوبوا من حب جانب، يعني ايه؟ يعني يزني بها زي قصه برسوم، يزني بها عادي جدا. هو يعمل لها العمليه لوجه الله؟ لا طبعا، هو عارف ان هي زانيه، يعني يرشمها بالظبط، يرشمها يعني يزني بها. وبعدين مفيش مشكله حتى لو زنا بها داخل الملكوت، ليه؟ الزواني يسبقونكم الى الملكوت. هذا دين عليه قذف، قذف. الزواني يسبقونكم الى الملكوت، الزواني. من امن واعتمد خلص، من امن واعتمد خلص، ليس من اعمال كلا يفتخر احد. لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله قام من الاموات خلصت. دين قذر يدعو الى النجاسه، يدعو الى الزنا. هناك اتفاق ما بين الكهنه والدكاتره ان هم المسيحيات العفيفات يزنوا ويعملوا عمليه ترقيع ويزوجوهم لواحد تاني، وطبعا القس بيزني بها في سبيل ان هو ايه؟ يستر عليها ويعمل لها عمليه ترقيع وما يفضحهاش، عشان ما يفضحهاش هو بيزني بها زي برسوم. الو سلام ونعمه. ايوه سعاده قمص الفاضل دكتور، أهلا معاك. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. معاك ابو مريم من امريكا. ابو مريم؟ ايوه. حضرتك ما تعرفنيش، يعني اول مره ناخد بركه من حضرتك. سعادتك قمص فيكتور يعني. لعلي سعادتك بخير يا فندم. يبارك. اللهم امين، اللهم امين. يبارك. ربنا يسمع منك. امين يا رب. امين امين. لعلي سعادتك بخير يا فندم. انت عايش في امريكا؟ ايوه انا عايش في امريكا في نيويورك حضرتك في منهاتن. لعلك بخير انت والاسره الكريمه. طمنا عليكم، ايه الاخبار وايه الدنيا اللي عندكم حاليا؟ والله عندنا امور صعبه شويه الايام دي. يعني انتوا اخباركم ايه في موضوع الكورونا؟ احنا متابعين معاكم وبنصلي ليكم وربنا يدي حمايه ونعمل البلد كلها باسم يسوع. محتاجين احنا الدعاء خاصه في موضوع كورونا والفيروس ده. يعني حضرتك حاولنا نروح المستشفيات وكده بس قالوا في مشكله، مع ان الكتاب المقدس بيقول ان يسوع اعطى سلطان للكهنة اللي هو سر مسحة المرضى حضرتك. ايوه ايوه. نعم في عندنا مثلا في سانت تاكلا بتقول ان الرب اوصى تلاميذ لاتمام هذا السر، فقال في انجيل متى 10:8 اشفوا مرضى. نفس الكلام في انجيل متى 10:9 اشفوا مرضى. ونفس الكلام بيأكدوه ان هو في مرقس 6:13 خرجوا فاخرجوا شياطين ودهنوا بزيت فاشفوا مرضى. وكمان الرب يسوع حضرتك كما تعلم اخر نهايه انجيل مرقس العمليه مش عمليه بس سر مسحه المرضى، لا العمليه من يؤمن بيسوع بيعطيه سلطان شفاء المرضى. فبيقول هنا ان وهذه الايات اي المعجزات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديده يحملون حيات وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. نقول امين على الكلام ده؟ نعم. نقول امين. نفس امين يا رب، الكلام كويس وربنا يباركك. نفس الكلام عند حضرتك في رساله يعقوب 5:14-5:15 يقول الرب، يقول اخو الرب يعقوب: امريد احد بينكم فليدعي شيوخ الكنيسه فيصلوا عليه ويدنوا بزيت باسم الرب وصلاه الايمان تشفي المريض. تمام امين. مبارك مبارك اسم الرب. مبارك. امين امين امين. كلام جميل جدا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا وفرصه طيبه اتعرف عليك. دي واحده بس يا سعاده قمه فيكتور، بس في ليله هنا يا فندم. دلوقتي انا اللي فهمته من هذا طبعا هللويا بريز ذا لورد المجد للرب، يعني اللي انا فهمته من هذا الكلام ان في سلطان لشفاء المرضى بالنسبه للكهنه هو السر ذات سر مسحه المرضى، وفي كمان معجزات تثبت الايمان بالرب يسوع ومنها معجزة يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. هل انا فاهم كده صح ولا غلط؟ نعم 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 نعم. طب حضرتك بقى كلام جميل، لماذا لا تذهب الكنيسه الى المستشفيات وتشفي المرضى باسم الرب يسوع؟ لماذا لا اي واحد مسيحي على وجه الارض يضع يديه على المريض فيبرؤه؟ اذا كان هذا السلطان من يسوع، واذا كان كل مسيحي يؤمن بالرب يسوع له معجزة من ضمن هذه المعجزات هي أن يضع يده على المريض فيبرئ، فلماذا لا تستطيع الكنيسة إبراء جميع مرضى الكورونا في العالم كله؟ فلنذهب إلى المستشفيات ونضع يدينا على المرضى ونشفيهم من هذا المرض، إيه رأي حضرتك؟
بص يا ابو مريم حضرتك. نعم اتفضل. اول حاجه انت يعني مهدك رقمي عشان عايز احكي معاك شويه. نعم يا فندم. عرفت رقم ازاي او انت تعرفني منين يعني؟ حضرتك انا حضرتك يعني معايا ارقام الكهنه في مصر كلها، وكلمت حتى البابا تودروس حضرتك. كلمته ثلاث مرات مش مره واحده، ورد عليه في مرتين. اتفضل اذا كان نعم. بص يا ابو مريم اتفضل. ضعف الكنيسه، ضعف الكنيسه مصيبه كبيره قوي قوي. نعم. ليه؟ ضعف الكنيسه، وضعف الكنيسه مع القاده والمسؤولين، وده ادى نتيجه حتى على الشعب بطريقه سلبيه. هو الامام هو كل شيء، لكن احيانا بيكون امام ذهني وعقلي وليس امام في قلبي. يعني نقول لك الرب يسوع يعمل معجزات لكن ما يعملش معايا انا مثلا، فاهمني؟ معاك اتفضل كلامك. الرب يسوع يشفي كانسر لكن ما يشفيش انا. نعم. فالكنيسه بتمر طبعا بمرحله ضعف، دي معروفه خالص. ما سبب الضعف يا ما سبب الكنيسة مش ضعف كلمة الله ولا ضعف الإنجيل؟ ما سبب الضعف يا أبونا فيكتور؟ أي سبب الضعف؟ العلاقة، العلاقة الخاصة بين مين ومين؟ العلاقة الخاصة، العلاقة الحبية ما بين الخالق والمخلوق. بيجت العملية بصورة، شايفين الكنيسة وجايين الكنيسة بس منظر. منظر ازاي؟ بيجت شكلية أكتر ما هي حقيقية. أصل أنت بس بتقول في يعني في مشكلة ضعف مع الدولة، ما مش فاهم النقطة دي يعني، اتفضل. لا هي في مشكلة في الكنيسة، الكنيسة أصبحت شكليات أكتر ما هي روحانيات. ممتاز ممتاز. لكن في ناس بتتروحن بس، لكن هي مش روحية. يعني قصدي حضرتك الكنيسة خرجت عن النظام الروحي ككنيسة للرب يسوع، والموضوع دلوقتي بقى موضوع أكتر منه موضوع سياسي. أشكرك، لأن زمان لما نيجي نقرأ في حياة الآباء وقصص الآباء ورجال الله كانوا فيهم نار الروح القدس. أيوه كويس. دلوقتي لما تيجي تكلم بعض الخدام. نعم. أنت بتكلم تاجر. بتكلم تاجر؟ سامحت في الكلمة. لا كلامك صح. بتكلم تاجر يعني. أمين، كلامك صح، أنا موافق 100%، الكهنة الوقت تجار. بس تقصد تجار ايه؟ تجار بيزنس ولا تجار في الكلام بس؟ يعني مجرد بيستعملوا الاثنين. الاثنين الاثنين تمشي حضرتك يعني. ايوه. فمعلش سامحني في الكلمه اللي جايه، فالكنيسه خرجت عن المسار الحقيقي اللي كانت ماشي عليه الكنيسه الاولى. الرب يشهد انت كلامك كلامك. الشق الثاني بقى يا ابو مريم. اتفضل. لما يكون في الراجل وفي وباء زي كده، الانسان المؤمن والانسان الخاطي والمسيح هو غير المسيح، هو انسان من دم ولحم، فالوباء بيلمس حته معينه في جسد الانسان، فالوباء لا يفرق ما بين المؤمن والخاطي. كلامك صح، ولذلك ده نفس. نعم نعم. وده نفس، ده جسد وده جسد. نعم. ده دم ولحم وده دم ولحم. احسنت احسن احسنت. والسلطان على جميع الناس. ابو مريم اخرى يعني حته ثاني. اتفضل. ما ينفع يا ابو مريم نقف قدام قطر ونقول انا مؤمن بالمسيح، القطر مش هيعورني، لا القطر هيموتني. لكن في نقطه، لو الله اعلن ليا اعلان خاص اخرج واتحرك على المستشفى وحط ايدك على المرضى فيفرقون، اعمل كده. ده اسمه الاعلان الخاص من الله لاولاده اتقياء، اعلان خاص مش لكل المؤمنين، مش لكل الكهنه، مش لكل المطاعم، مش لكل الاسس. ايوه بس في نقطه يا ابونا انت قلت لها انا اول مره اسمعها، واولا انا بشكرك على يعني انت راجل امين في كلامك، وفي نقطة مهمة، أنت راجل صعيدي والصعيدة عامة مشهود لهم بالرجولة، يعني الشهامة والرجولة، يعني يقول الحق ما إذا كان على رقبته. ففي نقطة حضرتك قلتها نقطة واضحة جدا الآن، إن الموضوع الآن السلطان ده على الجميع، يعني أنت الرب يسوع أعطاك السلطان، ممكن تشفي أي مرض، مش شرط يكون بيؤمن بيسوع، أنت معاك السلطان من الرب يسوع على شفاء المرضى. ولذلك التلاميذ عندما ذهبوا ما سألوا الرب هل أنت بتؤمن بيسوع أم لا يؤمن بيسوع، في مرضى فشافوا هؤلاء المرضى. كلام صح ولا غلطان؟ اي
ايوه، وكمان يسوع الرب يسوع قعد. في حاجات التلاميذ ما جبتوش يعملوها برضه يوميا. ايوه انا مع حضرتك، بس الشاهد من هذا الكلام السلطان ده يسوع اعطاه للتلاميذ لشفاء المرضى، ما قال لهم اولا اسالوا انت بتؤمن بالرب يسوع ولا لا. النقطه الثانيه حسب نهايه انجيل مرقس الاصحاح 16 العدد 17 18 بيتكلم الرب يسوع على ان هذه المعجزات تتبع المؤمنين، يعني من يؤمن بألوهية يسوع، من يؤمن بالإيمان المسيحي كله، هذا الشخص بيعمل معجزات. من ضمن هذه المعجزات اول حاجة ان هو بيخرج الشياطين، اثنين ان هو بيتكلم بلغات او ألسنة، ثلاثة يحمل حيات، اربعة يشرب ثم ما يدلوش شيء، اخر حاجة يضعوه ايدهم على المرضى فيبرقون. ده للانسان العادي، غير كمان سر مسحة الميرون. ولا انا غلطان يا ابونا؟ جميع حضرتك المؤمن له سلطان على كل شيء صدقني، لانه قال استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوم. كلام جميل. المؤمن عنده سلطان، لكن في سلطان متفعل وفي سلطان مش متفعل. يعني انا اديك شيك بمليون جنيه، كويس؟ كويس، اتفضل، كلامك طيب، اتفضل. وانت حطيت الشيك، حطيت الشيك المليون جنيه ده في جيبك، ممتاز، لكن انت مش فاهم مكتوب في ايه، ممتاز، مش فاهم السلطان بتاع المليون جنيه ايه، فتقعد تعيش فقير 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 وانت تمتلك مثلا مليون جنيه. انت عارف يا ابونا الكلام ده كلام خطير جدا. انا فهم للكلام ده ان في حتى كهنة، مع احترام لحضرتك يا فندم، ان كهنة حتى لا يعرفوا الانجيل ولا يعرفوا يقرأوا الانجيل زي ما حضرتك تفضلت، والعملية عملية بيزنس، تجارة فقط. ايوه، دي الفرق ما بين واحد. دي المصيبة يا ابو مريم. ايوه، انا بقول لحضرتك، انت تعرف حضرتك اللي فيه كهنة، مع احترام للجميع، فيه كهنة ما يعرف حتى لو قلت له النصوص مش موجودة في الانجيل يقول لك امين. حضرتك يقول لك صدقني بالامانة، بالامانة يقول لي امين والنص مش موجود في الانجيل، تقول له الرب يسوع قال، يقول لك امين والنص مش موجود في الانجيل. يعني العملية بقت عملية، يعني بصراحة عملية صعبة جدا جدا، العملية بقت عملية صعبة جدا جدا. كمان الكهنوت يا ابو مريم لا يورث، الكهنوت لا يورث، ده دعوة من الله للإنسان. فالنهاردة أكون أنا مدير شركة وأخلي ابني مدير شركة، لما أكون أنا قسيس وأخلي ابني قسيس، أو أنا كاهن ابني كاهن، في مصيبة. حاجة تانية، لا تنسى إنه في ناس اختارهم الله، في ناس اختارتهم الناس، في ناس اختاروا أنفسهم. اللي اختاروا انفسهم هيعانوا، واللي اختاروهم الناس هيعانوا، اما اللي اختارهم الله فهم منورين في كل مكان وفي كل زمان. تعرف يا ابونا ان انت حضرتك اللي عجبني فيك ان انت راجل دغري، وده طبعا عنك صعيدي، كلامك الكتاب المقدس بيقول هذا كلام فعلا. انا مديك مثال على كلام حضرتك، تعرف طبعا القمص يوانس كمال، من ضمن المعجزات اللي هو كان بيقولها، في واحد ابوه كان قس ومش عارف جده قس، ناقص يقول كمان من طرف يسوع، يعني كلام يعني لا يقبله العقل يعني. وحتى لو الكلام ده صحيح يبقى عملية الكهنوت ميراث، المفروض الكهنوت ده اختيار من الرب يسوع، ولا انا غلطان؟ العملية مش عملية ده اختيار من الرب، لكن اللي اختاروه من الناس عانوا في الطريق وفشلوا بالظبط كده، واللي اختاروا انفسهم عانوا. طب وعلاج ضعف الكنيسة ايه يا ابونا فيكتور؟ ايه العلاج؟ ما هخط الكورونا بقى. ايوه، اظهرت العشرة جنيه الحقيقية والعشرة جنيه المدورة. بمعنى ان الخادم الحقيقي المليان بقوة الروح القدس مازال بيدور على شعبه. احسن، مازال بيدور ويتصل ويعمل برنامج على الوقت ويصلي مع الناس ويتابع الناس. احسن، لكن في بعض الجسوس الانجيلية وبعض الكهنة الارثوذكسية اختفوا، كل واحد قفل على شاب وشباب وخايف على نفسه. فهنا حصلت غربله، كورونا دي مصيبه كبيره الحقيقه، غربله وكشفت الناس على حقيقتها الكبير والصغير. طب يا ابونا بناء على كلام حضرتك، اصل كلامك صراحه كلام جميل جدا ويفتح امور كتيره. انت بتقول موضوع الكورونا فضح الناس، وانا عندي شيء عاوز اقوله وتقول لي نعم او لا. انا اللي فهمته من كلامك بصراحه موضوع كورونا اثبت او اختبار مدى الايمان بيسوع. لو انت انسان مؤمن بيسوع انت ما تخاف، هتروح المستشفى وتعمل كما قال يسوع. اقول كده اقول ان الغربال كده يعني في غربلة الايام دي، غربلة. ايوه، يعني انت موافق على كلام حضرتك الحقيقية، يعني كلام صح،
يعني كلامه صح يا ابونا، يعني المفروض يروح لو هو خايف من كورونا اذا لا يقول مش مسيحي، لان المسيح اعطاه السلطان شفاء الامراض. لو انت بتقول الكلام ده ما ينفع يبقى انت ضعيف الايمان، انت مش مسيحي اساسا. اتفضل نسمع منك. كمل حضرتك. انا هي في حضرتك يا امي غربانه شديدا، فاصدرت الغلايه الحبايه الحقيقيه من الحبايه الضعيفه من التبن. فهنا الغربانه دي في الكورونا نورت حاجات كتير قوي للعالم كله، وكل انسان دلوقتي اتكشف قدام نفسه، وكل كاهن اتكشف قدام نفسه، وكل قسيس، وكل الناس، كل واحد عرف ايه اللي في اعماقه، لانه كورونا كشفت اللي في الاعماق اللي جوه. طب يا ابونا لو سمحت، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك وما يحرمنا من الاتصال على حضرتك. النقطه دي حضرتك اللي هي ايه يعني، يا ريت بس تفهمنا شويه من ناحيه ايه، بس يعني يكون في بعض التفاصيل ديتيلز في كشفتهم ازاي، يعني موضوع كورونا لو سمحت. شيخ ابو مريم، انا حضرتك بتقول الكورونا ده زي ما يكون اختبار غربلت الناس وكشفت الناس، فكنت عاوز اعرف لو في تفاصيل. اقول لك انا اتفضل يا ابو. الكاهن رايح فين يا ابونا؟ ده عامل قدام. نعم. جاي منين؟ جاي يعمل قدام. راح فين؟ ده في بتاع كنيسه الانجليه، راح الكنيسه. جاي منين؟ جاي من الكنيسه. نعم. المرنم بيرنم. نعم. والواعظ بيوعظ، لكن الحياه من جوه ضعيفه وهديله. يعني لما الدنيا وقفت والكنايس اتقفلت. نعم. كله وجع. الايمان الحقيقي المبني على الصخر اللي هو الرب يسوع المسيح، حتى لو ما فيش كنيسه هو نفسه كنيسه. حتى لو ما فيش كنيسه هو انجيل متنقل مليان بالحضور الالهي. جميل. ده الايمان المسيحي. نعم. فلكن اتكشفت الناس عن حاجتها لما لقوا الكنيسه اتقفلت، تيجي تقول له في الحياه في ضعف، في خطيه، في موت روحي، في نجاه. كده يعني. بصراحه حضرتك كلامك يعني من ذهب يعني، وفعلا الواحد لاحظ خلال الايام ديت ان كمان الضعف الايمان الكهنه نفسهم، لان لو كان عندهم ايمان كان المفروض ان هم يذهبوا الى المستشفيات ويحاولوا يشفوا المرضى. ده سلطان. فين سر مسحه المرضى؟ لماذا نقول للبروتستانت احنا عندنا السر ونجيب الادله من الكتاب المقدس، وما يجي التجربه او الاختبار نهرب كالفئران، ولا انا غلطان يا ابونا؟ على فكره انا كنت من سنتين عندك في الولايات المتحده الامريكيه، ورحت 4-5 كليات وبعد كده في الكنائس. فين حضرتك؟ في اي ولايه؟ انا في نيويورك ستيت. انا رحت نيويورك فسحه يعني بس، لكن امال اي ولايه رحت؟ رحت نيوجيرسي ولا تينيسي. تينيسي جميل. رحت تينيسي وسلفانيا ونيوجيرسي. جيرسي سيتي. رحت جيرسي سيتي؟ لا لما رحت نيويورك بقى رحت. لا انتظر يعني. نيويورك غير نيوجيرسي. انت رحت نيوجيرسي؟ رحت نيوجيرسي. طيب هل رحت جيرسي سيتي، مدينه جيرسي سيتي ولا لا؟ لا ممكن يكون لا. لا ده في كنائس هناك كتير، كنائس ارثوذكسيه كتير، يمكن 7 أو 8 يمكن قطع اكتر كمان. في كنائس كتير هنا في الويست سايد، وفي كنائس كمان في برجن افنيو، كنائس كتير يعني. فانا قلت يمكن انت شربتنا في اي كنيسه هناك. وفي كنائس كمان في جنرال سكوير. طب انت على فكره يا ابو مينا. يا مريم. نعم. انا قسيس انجيلي بكلمك. انا كنت فاكر ان انت حضرتك ارثوذكسي. لا انا قسيس انجيلي كنيسه انجيليه محافظه الاقصر. منين يا فندم؟ من محافظه الاقصر. ايوه انا عارف انت كنيسه الاقصر. بس كنت اعتقد ان انت ارثوذكسي. لا انا ارثوذكسي جنبي وحبايبي، لكن عمي اخو بابا ابويا. عمي اخو بابا مين يا فندم؟ ابونا تاسس المحرر في السودان. ابن عمي ابونا ارميا شنودي في دير صهاج. الان ده شنودة صهاج. فهمت. يعني انت حضرتك بروتستانتي لكن في قرايبك فيه بعتهم من الانجليين صح؟ العيله كلها فيهم 2 كهنه وانا قديس انجيلي. وهنا الانبلوساب في الاقصر يعني في علاقه طيبه، علاقه حقيقيه مليانه بالحب بيني ما بينهم. طب ابونا فيكتور مع الامن حق، معذره بقى انا ما اقدرش اقول لك ابونا فيكتور بعد، هقول لك ايه، قس فيكتور ولا اقول لك ايه؟ لان مفيش ابونا بالانجليزي. على طول لا اقول لك حاجه. اكيد
في بس برضو استفسار لحضرتك، يعني لان انا شايف ان حضرتك عندك معلومات انا استغربت بصراحه. خلينا اكون صادق معاك، خلينا اكون صادق بصراحه، اما بكلم الارثوذكس ما فيش حد عنده العلم اللي عندك، انا اكون صريح، انا ما يعني ما اقولش انت دي صراحه، فانا استغربت ان انت ارثوذكس بصراحه، وبعدين بتقول كلام مرجية الكتاب المقدس برضو استغربت، ففعلا طلعت انجيلي. بس طب في نقطه هنا، في نقطه هنا. طب بالنسبه لحضرتك لموضوع الثالوث وكده، يعني في الكهنه الارثوذكس من اكبرهم لاصغرهم بيقولوا كلام غريب جدا جدا، عاوز اسمع منك يعني. بيقولوا ان الاقانيم صفات. لا لا، بص يا ابو مريم، بص يا ابو مريم، ما دام معاك رقم تليفوني ينفع تكلم. بص سمعت اول 8 المغرب بكره، 8 بالنسبه لي انت، لك انت. طيب ماشي حاضر. طب ما عندكش 5 دقائق كمان؟ لو انا تحت امرك يعني. ما فيش 5 دقائق ممكن كمان يعني؟ 5 دقائق بس مش اكتر من كده. اتفضل. ممتاز، هي 5 دقائق مش عشان ما نكترش معاك، لان ما اعرفش ظروفي ايه انا غدا. اتفضل. بالنسبه لحضرتك لموضوع الاقانيم، بالنسبه لموضوع الاقانيم، نعم، يعني مع احترامي يعني انا اكون راجل صادق معاك، ما احبش الكذب، لان يسوع يقول في انجيل يوحنا 8:44 يقول ان الكذاب ده صفه من صفات الشيطان، ابن الشيطان او الشيطان، انتم من اب وابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعملوا، ذلك كان قتال للناس من البدء وليس في الحق لانه ليس في حق، متى تكلم بالكذب؟ تمام؟ فالكذب ده فخليني صادق معاك، انا متاكد ان انت بتحب الصدق. طيب الوقت حضرتك، انا صراحه من البابا الكنيسه الارثوذكسيه لما اخذ للبواب بيقول الاقانيم صفات، انت ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ ايه الصفات يعني؟ يعني كلمه اقنوم اللي هي باللغه الاراميه اقنومه، اللي هي بيقولوا باللغه اليونانيه هيبوستاتس، بيقول لك هيبوستاتس يعني صفه، انت ايه راي حضرتك بقى؟ اول حاجه كلمه اقنوم، نعم، مش موجودة في الكتاب المقدس. يا سلام عليك، يا سلام عليك، قبلة على رأسك، اتفضل. ربنا يخليك، اتفضل. فكلمة أخدوم مش موجودة في الكتاب المقدس. صح تمام، لكن أنت عايز تثبت اللاهوت، ولا عايز تثبت الثالوث إنهم واحد، ولا عايز تعرف إن هم صفات؟ دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة، ناخدها ستيب باي ستيب. اول حاجه مفيش حاجه اسمها اقنوم في الكتاب المقدس، الكلام ده مش موجود، تمام معايا سعاده القس فيكتور. يا ابو مريم. اتنين بقى، هل الاقنوم، خليك معايا يعني خطوه خطوه، هل الاقنوم صفه او ذات؟ طب انت تفرق معاك ايه كانت صفه او ذات؟ انا لا، مش حكايه تفرق معايا ايه، انا بنتعلم من حضرتك، بناخد بركه ونعرف منك. أي ما يعني عايز اقول لك حاجه، شخصيه الروح القدس مختصه بذاتها مع الرب يسوع، مختص بذاته مع الله الاب، والثلاثه في واحد. انا مش عارف يعني واحد، لكن ممكن اسجل لك حاجه وبعد. لا لا لا، بالعكس، انت بالعكس، قبله ثانيه على راسك، يعني انت قلت ان هو شخص يعني ذات، صح ولا غلطان باختصار شديد؟ ايوه. طيب انا هنزود من الشعر بيت، كلمه صفه اساسا كلمه خاطئه. لماذا؟ لان لو قلنا صفات اللي الرب سبحانه وتعالى كما يقول المسلمين لصفات كثيره، والمسيحيين بيؤمنوا بكده، مثل صفه العدل، مثل صفه السمع، البصيره، فلو قلنا ان الصفه اقنوم، اذا جميع صفات الله اقانيم، وده غلط، لان حسب الايمان المسيحي الاقنوم كيان ذات شخص، روح القدس، شخصيه الرب. بروح، برافو عليك. اذا وهذا الكلام اكده في واحد ارثوذكسي انت تعرفه اكيد، الدكتور جورج باباوي، هو اكبر واحد بيفهم في الارثوذكسيه، قال لك لو قلنا الاقانيم صفات، هذه اساسا هرتقد سابيليوس الذي كان يعتقد ان الاقانيم صفات. ايوه صح كده، يبقى انت متفق معايا في النقطه دي، تمام؟ طيب لا، متفق معاك فيها. ممتاز.
طيب في نقطة تانية سعادة القس الفاضل، أنت حضرتك تقول يعني باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين، كلام صح؟ أيوه. طب أنت حضرتك سافرت في أمريكا صح؟ حضرت قداس في أي كنيسة في أمريكا؟ قداس؟ آه يعني حضرتك. لا أنا كنت بخدم الكنائس الإنجليزية في لا لا أنا لا أقصد لا 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 أنت فهمتني غلط، أنا متأسف أنا خني التعبير، اللي أنا أقصده حضرت أي عظة في أي كنيسة، عندما يقولون ما في حد غير مسيحي عربي يقول إيه؟ إله واحد أمين. بتتقال كده باي ذا نيم أوف ذا فاذر ذا سون ذا سون ذا هولي جوست أمين، ما فيش إله واحد أمين. ما فيش الكلام ده. أنا حضرتك بروح الكنائس جميع الطوائف في أمريكا كلها ما فيش حاجة اسمها إله واحد أمين. طيب حضرتك الوقت تقول بس إحنا بنقول لا، نعم أنت حضرتك عارف الكلام ده جاي منين؟ كان في مسيحي عالم عربي مسيحي اسمه أبو رأطة التكريتي، وممكن حضرتك تعمل بحث في الإنترنت أبو رأطة التكريتي. الراجل ده كان موجود أيام الخلافة العباسية الإسلامية، فكان بيقول باسم الآب والابن والروح القدس زي ما بيقول جميع مسيحيين العالم ما عدا العرب. فقال العلماء المسلمين أنت كده بتشرك، أنت بتؤمن بثلاثة. قال لهم لا، فأضاف كلمة إله واحد أمين. مفيش إله واحد أمين حضرتك، في إضافة من أبو رأطة التكريتي بعد الخلافة الإسلامية. مفيش حاجة اسمها ما في مسيحي على وجه الأرض يقول باي ذا نيم أوف ذا فاذر ذا سون ذا هولي جوست أند ذا أول وان، مفيش حد يقول كده. هي باسم الأب والابن والروح القدس أمين. حضرتك حتى أنا اتصلت بالدكتور العلامة أكيد تعرفه بولس الفغالي، بولس الفغالي راجل كاثوليكي معاه 6 دكتوراه في اللاهوت، 6، عالم كبير، قال الكلام ده صح. ما فيش حاجة اسمها إله واحد أمين، الإله واحد أمين خاصة بالكنائس العربية فقط. فهي النطق باللي النطق المفروض باي ذا نيم أوف ذا فاذر ذا سون ذا هولي جوست أمين، ما فيش إله واحد أمين. طيب دلوقتي سعادة القس، إذا كان زي ما تفضلت الإبن ذات والروح القدس ذات والأب ذات، تمام، وإذا كان الأب الله والإبن الله والروح القدس الله، ممتاز. وإذا كان حضرتك إن لو إحنا قلنا الأب هو الإبن دي هرطقت سبيلي أو هرطقت مؤلم الأب، بمعنى إن إحنا لو قلنا يسوع هو الأب إذا الأب مات على الصليب، وده كلام غير مسيحي. طب إذا كان الأب غير الإبن، تمام، غير الروح القدس، ويسوع عندما سأل رئيس الكهنة، متأسف، عندما سأل اليهود، أنت عارف شهادة اليهود، اليهود لابد إن الشهادة أمام اليهود يكون في شاهد آخر أو أكثر من واحد يشهدولك، تمام؟ فهو يسوع قال ايه؟ طلبه مين يشهد لك؟ فقال الذي يشهد لي هو اخر، انجيل يوحنا 5:31. فقال له مين الاخر اللي شهدتك؟ ويقول وانا اعرف ان شهادته حق. العدد 37 يقول الاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي، لم تسمعه صوته قط ولا ابصرتم هيئته. اذا الشاهد الاخر هو الاب، اذا الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس. في عندي مشكله الوقت يا سعاده القس فيكتور، في مشكله. المشكله ايه الوقت؟ اذا كان الاب غير الابن غير الروح القدس، واذا قلنا الاب هو الابن ده ارتقى هيرسي، واللي بيقول الكلام ده هيرتك. واذا كان حضرتك يسوع عندما سالوه من هو الشاهد الاخر قال الاب. طيب في عندنا سؤال ويا ريت تجاوبني عليه، وانا شايف حضرتك يعني عندك علم واسع في المجال دلوقتي. الوقت اللي احنا عندنا الامتحانات الامريكيه صراحه امتحانات زي العسل حضرتك، مش زي الامتحانات المصريه تصم تصم، لا مش كده، بيديك سؤال واربع اجابات وانت تختار الاجابه الصح. السؤال هل اعلن المسيح من هو الاله؟ ثواني حضرتك، في اربع اجابات في الاجابه. 1 اعلن وقال ان الاب هو الله وحده. 2 اعلن وقال ان الابن هو الله وحده. 3 اعلن وقال ان الروح القدس هو الله وحده. 4 اعلن وقال ان الثالوث هو الله. خلي بالك، هل اعلن يسوع من هو الاله؟ في 4 اجابات. اعلن وقال ان الاب هو الله وحده، اعلن وقال ان الابن هو الله وحده، اعلن وقال ان الروح القدس هو الله وحده، اعلن وقال ان الثالوث هو الله. ايه الاجابه الصحيحه يا سعاده القس فيكتور؟ يعني بص مش عارف اقول لك ايه، ومريم وانا بكلمك انا اتحركت في الشارع، الدنيا هايفه حواليا شويه. طيب اتفضل دقيقة واحدة جاوب على السؤال ده وخلاص. طيب على الوقت او على الماسنجر؟ لا بس جاوب على السؤال ده وخلاص، جاوب على السؤال ده وامشي، مش مشكلة، جاوب على السؤال. طب السؤال ايه؟ يعني انا ما سمعتش السؤال. انا هقول لحضرتك تاني، دلوقتي احنا عندنا الاب ليس هو الابن. ولو قلنا الاب هو الابن دي بتعتبر هرطقة.
لا اما هرتقد سابيليوس اللي كان يؤمن ان الاب هو الابن والروح القدس وان الاقاليم صفات. ولو قلنا ان الاب والابن هرتقى تانية وهي هرتقد بقليب الاب، اذا الاب مات على الصليب. فالسؤال هنا اللي بينطرح على علينا السؤال، هل اعلن المسيح الله؟ عندنا اربع اجابات، عاوز حضرتك بس ناخد بركة والاجابة الصحيحة. الاجابة الاولى، هل اعلن وقال ان الاب هو الله وحده؟ هل اعلن وقال ان الابن هو الله وحده؟ هل اعلن وقال ان الروح القدس هو الله وحده؟ هل اعلن وقال ان الثالوث هو الله؟ ايه الاجابة الصح من الاربع اجابات؟ ما فيش الثالوث او الحد خالص. تمام، التثليث مش موجود في الكتاب المقدس، صح. ايه تاني الاجابة الاجابة الصح ايه بقى حضرتك؟ قول الاولى هي ثانية. هل اعلن وقال ان الاب هو الله وحده؟ هل اعلن وقال الاجابة رقم واحد؟ الاجابة رقم واحد، الاجابة رقم واحد هي الصح، اعلن وقال ان الاب هو الله. طيب سعادة القس الفاتر الفاضل فيكتور، اذا كان يسوع ليس هو الاب، واذا كان يسوع اخر، واذا كان الذي يقول ان يسوع الاب ده مهرطق، ودي هرتقد سابيليوس وهرتقد مؤلم الاب، واذا كان الاب هو الله وحده وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الله، انت الاله الحق وحده، فكيف نؤله يسوع الا اذا كنا مشركين وبنؤمن بايه؟ وان هناك اكثر من اله. تاني، لا هي مش كده خالص يا ابو بكر يا ابو مريم، اتفضل. هي مش كده خالص حضرتك، اتفضل. ما انا وصلت البيت اللي احنا داخل الجار فاهمني؟ طيب. فممكن تكلمني بكره احسن ناس في الحياة دي كلها. انا بتشكر. لكن المسيح كفر بالشغلة. المسيح كتير حاجات عملها اخلى ذاته واخلى نفسه تماما. يا سعادة القس الفاضل. يعني في حاجات قال عنها. سعادة القس الفاضل، اسمعني جيدا. انت الان يعني في حاجات قال عنها ثواني ها؟ ثواني بس ثواني. انت حضرتك بتحاول تجيب نصوص تثبت لاهوت المسيح. انا ما عنديش مشكلة. بس انت الوقت. خالص. ثواني بس. المسيح انكر ذاته. ثواني حتى مشيئة الإنسان لا يعلم إلا الله وحده. لا 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 مش كده، الغرض اللي أنت دلوقتي مع احترامي لك هتثبت إن أنت مشرك، لماذا مشرك؟ لأن الأب هو الله وحده، والأب ليس هو الإبن، إذا أي محاولة لإثبات ألوهية المسيح هي محاولة لإثبات الشرك، من يؤمن إن الأب إله مع الله، الإبن إله مع الله مشرك، الأب هو ليس الإبن، والأب هو الله وحده، كيف نؤله الإبن؟ تأليه الإبن في حالة واحدة إذا كنت مشرك وحضرتك ازاي هتقلله؟ الاب ليس هو الابن. انا ممكن اجيب لك 100 استنتاج على لاهوت المسيح، كل ده هتثبت الشرك، لان الاب ليس هو الابن، والاب اخر someone else، والاب هو الله وحده، فكيف نقلل شخص غير الاب الله مع معاه؟ فهمت حضرتك؟ طب يعني خد حته صغيره من لما نحكي بكره ماشي؟ اتفضل. لما راح المسيح يقبض عليه قالوا من تطلبون؟ قالوا يسوع النصري. قال انا هو. كلهم دعوا. قلت يا استاذ ابو مريم المسيح له كل المادي، انسان كامل. طيب الكلام اللي انت جدا دي ممتاز، الكلام اللي انت بتقوله اساسا نثبت ان الوقت يسوع اله، خلينا نثبت ان المسيح هو انسان كامل، تمام؟ ايوه بس في نقطة مهمة حضرتك، انت قلت الكلام ده موجود، انت قلت الكلام ده موجود في مرقس، الكلام مش موجود في مرقس، الكلام موجود في انجيل يوحنا واعتقد الاصحاح 18 عندما ذهبوا يقبضوا عليه. انا ما قلتش مرقس. اه ممتاز، يبقى انا سمعت غلط. يبقى الكلام ده في انجيل يوحنا، ده اول نقطة. التليفون طبعا اكيد في حاجات اتفقع لكن ما بتفتحش. دي واحدة. طب اقول لك قال له لا لا ويت ويت ويت. انتظر. هنا لحظة اللاهوت كل وجع. لا انتظر انتظر. المشكلة بقى عندنا ايه؟ في تناقض في الرواية دي. الرواية دي موجودة في انجيل متى وموجودة في انجيل مرقس وموجودة كمان في يوحنا ولوقا. الاجابات بتختلف. يعني عندما سأل يسوع قال ايه؟ حسب انجيل مرقس انا هو. حسب انجيل اخر انت تقول. حسب انجيل تاني انت قلت. الاجابة الصح ايه؟ انت انا هو انت تقول انت قلت. ما دي مشكلة. هي المفروض اجابة واحدة. اجابة انت تقول يعني انت بتدعي. مش انا هو. انا هو يعني فعلا انا هو. لكن انت بتقول انت تقول، انت اللي بتقول يسي سو، وبعدين انت بتقول ان المسيح الاله المتجسد. طيب حضرتك كيف يكون؟ هل لها جسد؟ لا. مين اللي بيقول الكلام ده؟ المسيح. فين الكلام ده؟ انجيل يوحنا الاصحاح 4 العدد 24 ده دليل على ان انت يا ابو مريم ايه الحته اللي انت فاضطه معاك بس عشان اوضحها لك. ما انا بقول لحضرتك اهو، انت حضرتك بتقول ان يسوع الاله ظهر في الجسد وكان بيتكلم في حاله التجسد،
هذا الكلام ينافي كلام يسوع. ينفع معايا الشيخ عبد الشيخ تبعت له الحاجات دي على الواتس، وما دام الرقم عندك تبقى. طيب انا هبعت لك، بس خلينا بس في النقطه دي وبعدين هقول لك تسمع على خير. انت حضرتك انا وصلت البيت اللي قلت لك انا رايح بالامانه. بالامانه يا سعاده القس النقطه دي بس مش هتاخد دقيقه. انت بتقول والله الزهر في الكهف، هذا ينافي مع كلام المسيح. المسيح بيقول في انجيل يوحنا الاصحاح رقم 24 الله روح. المسيح عندما ظهر للتلاميذ في اخد بالك تقريبا انجيل يوحنا متى لوقا العدد 24 اعتقد 39، انظروا يدي ورجلي اني انا هو، فان الروح ليس لها لحم وعظام كما ترون لي. مفيش لحم ولا عظام، الروح لا يتجسد. والله روح، الله روح، الله الله لا يتجسد. اذا التجسد باطل. انا بشكرك جدا يا سعاده القس فيكتور على ساعه صدقك. واهلا وسهلا بك، متشكرين جدا. في امان الله معاك. سلام، مع السلامه. ربنا يبارك. سلام. السلام عليكم ورحمه الله. اللهم امين. واياك يا جماعه الخير. برضو في نقطه، نعم انا بتطرق لموضوع لان بفند موضوع، ادخل موضوع تاني افنده. فرصه يا اخوه، انا ما بتكلمش عيل من عيال البلطوك، انا بتكلم من علمائهم. نفند نقطه ندخل نقطه تانيه نفندها، نقطه ثالثه نفندها، وهكذا. فهمتم ولا فهمتوش؟ كان معانا لواء مباشره الان القس فيكتور يوسف كنيسه الاقصر، وهو انجيل القس فيكتور يوسف من كنيسه الاقصر. فيكتور يوسف. الو 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 نعمة. الو، الراجل فتح السماعة والله ما بيرد، اقسم بالله ما بيرد، خايف يرد. سبحان الله، يمكن معذور، يمكن خايف يجيله الفيروس عن طريق المكالمة. لا يمكن خايف يجيله الفيروس، يمكن التليفون بيعد يعني. الو، قفل، شفت قفل على طول. سبحان الله. خايف يرد. قفل على طول، سمع الصوت. يبقى الاول كان بيعرف الصوت، عرف الصوت قفل. ده القس نجيب حليم، القس نجيب حليم فتح التليفون سمع الصوت، حاولت اتصل بيه مرتين قفل مباشرة. القس نجيب حليم، نجيب حليم، نجيب حليم. اللي بعده. الو الو، مساء الخير. ايوه، سلام ونعمة. سلام، اهلا وسهلا. نعم، بقول سلام ونعمة، مساء الخير يا فندم، لعلي سعادتك بخير. اهلا، سعادة القس الفاضل لطفي فوزي. ايوه، مين معايا؟ الرب يباركك ويبارك تعب محبتك وما احرمك من مكالمتنا على حضرتك. معاك ابو مريم من امريكا يا فندم. ابو مريم. ابو مريم من امريكا؟ ايوه، اهلا وسهلا بيك، الرب يباركك. اهلا حبيبي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. في الاول بس ابونا، بس مش عارف، عشان مش عارف اقول لك ابونا ولا حضرتك يا فندم. بروتستانتي انجيلي ولا ارثوذكسي يا فندم؟ عشان بس اللقب اللي اقوله لحضرتك معذره يعني. جسيس انجيلي يا اخويا. انجيلي. اهلا اهلا اهلا. انا بصراحه الانجيليين بصراحه ناس ممتازين، الانجيليين ممتازين. عندما تساله في الكتاب المقدس يتكلم الكتاب، يعني العمليه مش عمليه يقول كلام ايمان بدون دليل. فانا بيعجبني لما بتكلم قساوسه انجيليين بيتكلم الكتاب المقدس. تمام، ده شرف عظيم يا ابو مريم. ده لا، ده حقيقه يا ابو مريم. نعم يا فندم، انا اسمي ابو مريم وبكلم حضرتك من امريكا، ولنا ناخد بركه من حضرتك يعني. طب حضرتك الان متشكرين، الشرف لنا سعاده القس الفاضل. طبعا حضرتك بموضوع الكنيسة الأرثوذكسية بتؤمن طبعا بأسرار الكنيسة، وحضرتك ما بتؤمنش بيها. ليه يا فندم ما بتؤمنش بيها ليه؟ يعني لو تديني بس ناخد بركة يعني نستفاد من حضرتك يعني. ومين قال إن إحنا مش بنؤمن بيها؟ أنت بتؤمن بأسرار الكنيسة السبعة؟
انا بامن ان في مائدة الرب، وبامن ان في معمودية، وبامن ان في زواج. لا ما انا فاهم بما جاء في الكتاب المقدس. الكلام جميل جدا جدا، لكن ما فيش حاجة اسمها اسرار. كلامك صحيح لكن ما فيش اسرار. تمام. هل الكتاب المقدس قال عليها اسرار؟ بصراحة كلامك 100% صح، وهذا ما قال يسوع عندما سألوا اليهود، فقال لهم، سألوا عن عقيدته عن إيمانه ماذا قال؟ قال أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المعبد والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء وفي السر لم أتكلم بشيء. إذا ما فيش أسرار. تمام حضرتك؟ ومن كلام المسيح أنا أقصد بكلام الكتاب سواء كان حرفيا ومعناه اللاهوتي، هل وجدت كلمة أسرار؟ لا كلامك صحيح لأن ما فيش أسرار. صح كلام صح. هل في أسرار مخفى علينا من كلمة الله؟ لا ما فيش أسرار، أنا متفق معك 100%. طب لكن ده ما فيش مشكلة، يعني إذا كانت الكلمة دي تريح فما فيش مشكلة. لا بس في حاجة نقطة لو سمحت حضرتك. أولا أنت راجل صعيدي، والصعيدة بيمتازوا بالرجولة والشهامة والصراحة. المفروض أنا مع احترامي لك ما أقولش كده. انا اللي يلزمني بيني وبينك الكتاب المقدس، ما اقدرش لا ما اقدرش اجامل واحد على حساب الكتاب المقدس، ولا انا غلطان ما جاملوش. ما ده اللي احنا بنقوله. طيب يبقى انا بدات معك كده. لا اللي انا اقصده ايه، انت حضرتك تقول خلاص طالما ده مريحه، لا طالما بيخالف تعليم المقدس انا متاسف بهذا الكلام، يزعل يخبط دماغه في الحيط. اتفضل. لا احنا مش عايزين يخبط دماغه في الحيط، احنا عايزين بس الناس تعرف، الناس تعرف الحقيقه وخلاص. طيب الناس طب لما يخبط دماغه في الحيط يعني هيسيح دمه وتنكسر ويعمل لنا مشكله. انت راجل عسل. طب انا هقول لحضرتك افهمك، انا افهمك ساعه القصه. انا افهمك، انا افهمك. فهمني حضرتك، فهمني يا ابو مريم. انا الاول انت معايا على الفيس على فكره؟ لا مش معاك. هناخد منك الثواني بس، خلينا نكمل وبعدين ان شاء الله نتشرف بمعاك. لا انا كنت عايز اسم حضرتك بلدي، يعني لقب ابو مريم على عينه ولا راسنا. انا بص سعاده القس الفاضل محترم، انا عندي بنت اسمها مريم وانا بحبها جدا، هي يعني احب اولادي، فانا بحب صراحه تقال لي ابو مريم. ادي النقطه الاولى. النقطه الثانيه منشكل. النقطه الثانيه سعاده القس لطفي فوزي، في نقطه مهمه. شوف انا هقول لك، انا صراحه ما جاملش في العقيده، وانا مثالي كده يسوع. اديك مثال بعد اذن حضرتك، يعني انجيل متى. انت جبت اسم منين طيب؟ معلش يعني. نعم يا فندم. نعم. جبت اسم منين ورقم منين؟ من واحد معرفه حضرتك ما تعرفوش، واحد معرفه اداني الرقم وقال لي لو عندك اي مشكله او عندك صار كلمه، هو الراجل على علم واسع في الموضوع ده. واحد ما اعرفوش واعطاك رقم؟ ايوه ما اعرفش، اخذ الرقم من الفيسبوك ولا منين بدون مجامله يعني. المهم فعندي حضرتك مثلا انا الارثوذكس يقولون على ابونا، تمام؟ الارثوذكس يقولون على مثلا معلمنا شنوده، تمام؟ الكلام ده يخالف تعليم المسيح. انجيل متى الاصحاح 23، حينئذ خطب يسوع جموع التلاميذ قائلا على كرسي موسى جلس الكتبه والفارسيون، فكل ما قالوه لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب اعمالهم لا تعملوا. انا مش هقرا لك الكلام بالكامل، بس نيجي للكلام المهم. المهم العدد رقم العدد رقم 7، والتحيات في الاسواق وان يدعوهم الناس سيدي سيدي، ابونا ابونا، هذا يخالف تعليم المسيح. المسيح يقول واما انتم فلا تدعوا سيدي لان معلمكم واحد والمسيح. ما ينفعش اقول معلم الاديان شنوده، ما ينفعش اقول لابونا فلان المعلم، لا المعلم هو المسيح وانتم جميعا اخوه، ولا تدعوا لكم ابا على الارض. ما ينفعش اقول ابونا، ما اقدرش اجامله، هذا كلام المسيح لان اباكم واحد الذي في السماوات. اذا هنا المجامله في الدين على حساب الدين ما تنفع، طالما بيريحوا الكلام ده. ما احترامي انا لا، ولا ايه تعليق حضرتك؟ ولا الكلام فوق راسنا من فوق، بس طبيعي يعني احنا بنحاول اذا كان يعني ده معتقدك او فكر الارثوذكسي. خدت بالك؟ فزي ما قال الرسول بولس على لكي اخلص على كل حال القوم. بالك وبعدين في حته برضه ممكن نمشي فيها، يعني الرسول بيقول كان لكم اباء كثيرون ومرشدين كثيرون، ومره ثانيه الرسول بولس يقول ابن الذي في الايمان على انسيموس في فيليمون. بس في نقطه هنا
ساعتك قال ابني أنتيموس الذي ولدته في قيودي في اباء روحانيين. لا بس لكن الكلام حضرتك صح، ما ينفعش نقول له يا ابونا، ما ينفعش نقول له يا سيدي، ده كلام حضرتك مظبوط. لا في نقطه مهمه يا سعاده القس الفاضل المحترم، في نقطه مهمه. اتفضل. انا بصراحه الشاهد بيني وبين اي واحد هو الكتاب المقدس. هو شيء طبيعي، هو خلي بس الشريعه والى الشهاده دقيقه واحده، بس دقيقه واحده، وما فيش حد عندي معصوم، ما تقوليش ابونا فلان او البابا فلان، ما فيش معصوم، فما فيش، والمرشد المفروض المسيح، المعلم هو المسيح طبعا، مش عايز ده فوق راس الكل. تمام. ولو قلنا والنقطه مهمه، لو قلنا مرشدنا ممكن مرشدين من، يبقى في مشكله. اقول لك مشكله ايه، اما جيت على سبيل المثال انت لو تقول ان في مرشدين من طائفه تانية، يبقى اذا في مشكله في العقيده. مثلا الانجيل بيؤمن ان يسوع له الطبيعتين ومشيئتين، انا بقول لك الارثوذكسيه دين تاني خالص، الارثوذكسيه بتقول ان يسوع له طبيعه واحده ومشيئه واحده، وان اللاهوت لم يفارق الناس ولا طرفه عين واحده. لا بالعكس، البابا شنودة نفسه بياكد ان الايمان بالطبيعتين ده، هذا ايمان غير الارثوذكسي، وبيشتشر في كتابه لاهوت المسيح، والعقيدتنا في المسيح كما يقول القديس كيرلس الكبير، ان اللاهوت اتحد مع الناسوت، وطبعا ده مش ايمانك، اتحد مع الناسوت اتحاد اقليمي في داخل رحم القديس العظام. بعد هذا الاتحاد لا نستطيع مطلقا ان نتكلم عن طبيعتين في المسيح، لان الكلام عن طبيعتين معناه الانفصال كما يقول اخواننا، يقصد البروتستانت والكاثوليك. اذا حضرتك هذا ليس ايمان واحد، الايمان بالطبيعة، انت عارف حضرتك حسب الايمان بالطبيعة الواحدة، وانت راجل قس محترم، وانت راجل انجيلي، مين اللي مات على الصليب لو قلنا الايمان بالطبيعة واحدة؟ مين لو قلنا اللي خرج من الجهاز، لا مؤاخذة متأسف، اللي خرج من رحم العذراء هو الله الظاهر في الجسد، وقلنا كل الاعمال تنسب لشخص واحد وهو الاله الظاهر في الجسد، واللي مات على الصليب هو الاله الظاهر في الجسد، من اللي مات على الصليب يا سعادة القس حسب هذه العقيدة؟ من؟ حسب العقيدة بتاعتك مش عقيدتك انت من؟ ما ردتش حضرتك. يبقى طبعا انا بقول، انا اقول اذا كنت حضرتك لمؤاخذة مستحي تقولها، انا اقول لك اللي مات الله مات، لان لو قلنا انفصل اللاهوت عن الناسوت، هذا ليس عقيدة ارثوذكسية، العقيدة الارثوذكسية بتؤمن ان اللاهوت لم ينفصل عن الناسوت ولا طرفة عين واحدة، وان الذي خرج من رحم العذراء هو الله الظاهر في الجسد. وقول انا غلطان، ويقولون، ولذلك يقولون، وانت لا توافق على هذا الكلام، يقولون ان العذراء ام الله، ام الله مش ام الانسان يسوع، فالذي مات على الصليب هو الله الظاهر في الجسد. هو برضه ما فيش ايه يقول ان العذراء مريم ام الله؟ ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، اذا ما تقدر انت لازم تصحح الكلام ده. ايوه لكن في انجيل يوحنا 2 ام يسوع بالظبط كده. انا ما فيش ام جنة. انت فهمتني غلط يا سعاده القس، انا متفق مع كلامك 100%، هذا ليس الشاهد، الشاهد هنا ان هذا الايمان ليس ايمانك انت، لان حسب ايمانهم الله مات على الصليب، انت كراجل بروتستانتي بتقول من اللي مات؟ الطبيعه الانسانيه، الانسان يسوع، لماذا تقول كده؟ لان انت بتقول ان يسوع له طبيعتين ومشيئتين، صح وانا غلطان؟ مش ده ايمانك؟ طيب، لكن هم بيقولوا اللي مات هو الله الظاهر في الجسد. خلي بالك في نقطه مهمه واكيد انت عارفها، لا يستطيع الارثوذكسي ان يقول الذي مات على الصليب هو الانسان يسوع، لان لو قال كده هيبقى ايمانه بموضوع الطبيعتين والمشيئتين، ولا انا غلطان حضرتك؟ كلام مظبوط، كلام مظبوط، والكلام ده بياكده البابا شنودة. حضرتك اجيب لك مثال، البابا شنودة في كتاب طبيعه المسيح بيقول ايه؟ بيقول هنا نقول عقيده الكنيسه في طبيعه المسيح تتلخص فيما قال القديس كيرلس الكبير، لا نتحدث عن طبيعتين في المسيح، تمام حضرتك؟ فبيقول هنا كيرلس، يمكن ان نقول ان الطبيعه اللاهوتيه اتحدت اقنوميا بالطبيعه البشريه داخل رحم القديسه العذراء، ولكن بعد هذا الاتحاد لا نعود مطلقا نتكلم عن طبيعتين في المسيح. فتعبير الطبيعتين يوحي بالانفصال والافتراق، وبيتكلم عليكم، ومع ان اصحاب الطبيعتين اي البروتستانت والكاثوليك يقولون باتحدهما الى ان نغمة الانفصال كما تبدو واضحة في مذبح خلدقونية مما جعلنا نرفضه. فهمت حضرتك؟ فاذا حسب العقيدة الارثوذكسية الله مات. البابا شنودة بيأكد كمان ويقول ان يسوع يقول انا هو الاول والاخر والحي وكنت ميتا وانا حي لابد الابدين، ويقول هنا لم يفصل، انتبه حضرتك وانت راجل فاهم الكتاب المقدس وانجيل فاهمه كويس، لم يفصل لاهوته
عن ناسوته وهو يتحدث عن موته. وبعدين البابا شوده بيقول إذن فالذي مات هو رب المجد ورئيس الحياة ورئيس الخلاص وهو أيضا الأول والآخر. يبقى مين اللي مات حضرتك؟ تاني. فهو لم يفصل لاهوته عن ناسوته واتحدث عن موته. فالذي مات هو رب المجد وهو رئيس الحياة ورئيس الخلاص وأيضا الأول والآخر. أنت فهمت من كلام البابا شو ده من اللي مات على الصليب الآن؟ قول لي لو تكرمت، مين اللي مات؟ هو طبعا هيقول كده الله. الله مات، هي دي العقيدة الأرثوذكسية، فما نقدرش نقول الإيمان، الإيمان مش واحد، لأن أنت حسب إيمانك إن يسوع له طبيعتين ومشيئتين، وإن اللي مات على الصليب الناس، دي مش كده وبس يا سعادة الألفاظ، ده هم بيأكدوا إن جميع الأعمال بيعملها الاله الظاهر في الجسد. مثلا حضرتك على سبيل المثال هنا عندك لهم كتاب اسمه حتمية التجسد الالهي من كنيسة القديس ماري مرقص والبابا بطرس سيدي مش بيقول فيها ما هي نتائج الاتحاد بين الطبيعتين. يقول القديس اثناسيوس ان الفاعل واحد، يعني حضرتك لما اخذ في التعبير اللي كان بياكل ويشرب ويتبول ويدخل الحمام ومات على الصليب هو شخص واحد، اي الاله الظاهر في الجسد. انت طبعا مش موافق على الكلام ده. اتنين بيقول هنا في فصل ما معنى ان السيد المسيح طبيعه واحده من طبيعتين، وطبعا انت لا تؤمن بكده بتين وشئتين. بتقول تعتبر عقيده الطبيعه الواحده كما قلنا من قبل في منتهى الاهميه، وبناء عليه يتوقف خلاص الانسان، لان لو ظلت الطبيعتين منفصلتين تمام لضاعت عقيده الفداء ادراج الرياح، وهذا ما حمله لنا الفكر الناسطوري وفكر لون من رياح فاسدة تقود للهلاك. انا بقول اقتباس كوتيشن، لانه في ظل انفصال الطبيعتين، يعني بمعنى كما يعني الكلام موجه لكم بصراحة، يعني لو قلنا الناسوت اللي مات على الصليب، ولو في ظل انفصال الطبيعتين يكون المصلوب انسانا وليس اله، وموت انسان بريء محدود بلا شك يعجز تماما عن فداء البشرية في كل مكان وزمان، فهو لا يبدي إلا إنسان واحد فقط كما يقول التثنية تقريبا 24-16، والكلام مش موجود في كلامهم أنا بقولها، كل إنسان بخطيئات يقتل. كمان بيأكدوا أن الله مات على الصليب وأن الفاعل فاعل واحد بس. فهنا مثلا حضرتك على سبيل المثال شوف حضرتك بيجي هنا في موضوع من الذي مات على الصليب بيستشهدوا. حضرتك سمعنا يا فندم؟ بيتكلم على مين اللي مات على الصليب، بيأكدوا ان الله الله نفسه اللي مات على الصليب. فهنا في نفس الكتاب بيقول ايه؟ بيقول يا حضرتك والان نضع السؤال صريحا واضحا، هل نستطيع ان نقول ان الله مات على الصليب؟ ونترك الاجابة للقديس ماري اسحاق السرياني ليعلمنا قائلا سمعت الناس يتساءلون امات الله ام لم يمت؟ يا للجهل ان موت الله خلص الخليقة. اتفضل حضرتك، هذا ايمانهم. انت لا تؤمن ان الله مات، انت بتؤمن اللي مات هو الناسوت. وبعدين بيقول وما تسألون اذا كان قد مات الله ام لم يمت، ان نسطور واوطوخي اقلق المسامع اذ انكر الاول لاهوت ربنا قائلا انه انسان محض، فرد عليه الثاني منكر الناسوت قائلا انه لم يتخذ جسد الناسوتية. اسمع، لذلك فان مريم ام الله والدة الاله التي تجسد منها لعت الويل الاطوخي، كما ان العناصر التي اضطربت بالمصلوب تبصق على نسطور، فلو انه اله كيف اظلمت الشمس وتشققت الصخور، ولو انه انسان فما الذي احتمل السياط ومن غرزت المسامير؟ حقا اتفضل حضرتك لم يكن الجسد وحده معلق على جسد الصليب بدون الله، الله كان على الصليب يا سعاده القس الله، ولم يكن الله يتألم في الجلجثة بدون الجسد. فافتخار الكنيسة الأرثوذكسية هو أن ربنا له لاهوت وناسوت معا، وليس في شخصين أو طبيعتين كما تؤمن أنت، فهو ابن واحد كامل الأب ومن مريم كامل بلاهوت وكامل بناسوت. فالذي أرسله الآب، طبعا أنت لا تؤمن بكده، تؤمن باللاهوت والناسوت، فالذي أرسله الآب هو بعينه الذي ولد من رحم مريم، وهو الذي ولد من هو نفسه نفس الشخص، اي الله الظاهر في الجسد، اي الله تم تعليقه فوق الجثة. فافتخار الكنيسة الأرثوذكسية هو ان الله مات على الصليب. تفضل حضرتك، هل ده ايمانك؟ هل ده ايمانك يا سعادة القس؟ هل ده ايمانك؟ رد عليه حضرتك سعادة القس، سعادة القس لطفي فوزي، هل ده ايمانك؟ لا طبعا، الله
الله كامل الصفات، عدله كامل، عبدته كاملة، إنسانيته كاملة، لاهوته كامل، واخد بالك؟ لا مش هي دي النقطة، النقطة هنا أنا بقول لحضرتك، هل ده إيمانك إن الله مات على الصليب؟ هل ده إيمانك؟ هل ده الله لم يكن اللي مات من شيخ المسيح. تمام جدا، إذا الدين الأرثوذكسي ليس دين حضرتك. ليس دين واحد، هذا دين وهذا دين. الاختلاف في صلب العقيدة، في أساس العقيدة، في تأليه المسيح، في طبيعة المسيح، ما نقدر نقول مذهب. ما نتجاملش يا سعادة القس، ما تجامل. حضرتك نعم، حضرتك من اي جهة فيهم؟ نعم يا فندم، حضرتك من اي ناحية؟ ايوه ممتاز، انا حضرتك انا عندي نص جميل جدا انا اتبعه. يسوع يقول look for the truth and the truth will set you free، ابحث عن الحق والحق سوف يحركك يحررك. انا انا حضرتك الكتاب المقدس، انا ماليش دعوه بالطوائف. الكتاب بيقول ايه؟ انا بقول لك العقيده الارثوذكسيه دي مش كلام الكتاب المقدس بصراحه. انت حضرتك بتقول مش مشكله، لا مشكله، وانت راجل انجيلي، هي دينك مش دينهم ابدا. انت يا عزيزي انا لا اقصد ان في يعني مشكله من ناحيه الكتاب، فهمتني؟ لا 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 انا ما بتكلمش على الكتاب يا سعاده القس. انت حضرتك بتقول يعني مش مشكله هم فاهمين كده، لا في مشكله، هم بيقولوا الله الطبيعه. نعم اتفضل اتفضل. هل انت بكلامك هل كل الارثوذكس بيتغيروا بسبب كلامك؟ بص نقطة مهمة جدا وانا بشكرك على هذا السؤال. انا ما يهمني يتغيروا ما تضمنوش، انا يهمني اذا كنت بأمن ان هذا كلام الله يبقى لازم اتبع هذا الكلام واقول سمعنا واطعنا. انا يهمني انا بنادي بيه انا شخصيا كجسيتي وجيلي، خدت بالك؟ انا بنادي باللي بيقوله الكتاب. انا موافق معاك، انت راجل انجيلي وانا موافق، بس لازم نوضح الكلام ده، نقول لهم يا جماعه الخير الكلام ده مش انجيلي يا جماعه الخير، الكلام اللي بتقولوه ده مش دين المسيح، المفروض كده، الحق حق ان يتبع. عزيز وصاف، الكلام ده لما يكون فيه مناقشه هتكون قدام، لكن قدام العامه ما ينفعش. الناس مش هتدرك الكلام اللي كاتبينه حضرتك ده. الناس يا اما الخلاص يا اما الايمان يا اما السلوك المرضي قدام الله. خدت بال حضرتك؟ الكلام اللي حضرتك بتقوله ده سواء كان العقيده، التعليم يجي بعد الايمان وبعد الخلاص وبعد ما الانسان يضمن ابديته في السماء يجي التعليم. لا متاسف، ما بني على باطل فهو باطل. المفروض اولا العقيده سليمه وبعد كده التعليم، لكن واحد مش مؤمن اسال الايمان بتاعه باطل وتقول العقيده دي بعدين ازاي ده؟ هذا كلام ما ينفع. يا حبيبي الغالي يا ابو مريم اتفضل. انا لما اتجابل مع شخص بصفتي جسيتي وجيني لما بجابل مع شخص لاول مره ايه الكلام اللي يتفتح بالنسبه له اول مره؟ اتفضل قول، انت اللي بتقول الاختبار عندك، انت التجربه معاك، انت مش معايا انا. اتفضل. ما انا بقول لحضرتك انا بسالك، بتقول العقيده اولا. انا اول مره اتجابل مع شخص ما يعرفش ربنا خالص، ودوري كجسيس يجيني اقدم له رساله، ايه هي نوع الرساله؟ ممتاز. انا اقول لحضرتك هناك فرق بين واحد غير مسيحي وواحد يدعي ان هو مسيحي. لو انا يا عزيزي انا بكلم ناس مسيحيين بالاسم، بكلم ناس مسيحيين بالاسم، فهمتني؟ اسمه حنا، اسمه مرقس، اسمه لوجا، فهمتني؟ طيب. واحد بسيط خالص فلاح ما بيعرفش يقرا ولا يكتب في الكتاب. لا سيبك من العوام، سيبك من العوام. انا معاك ازاي؟ فهمت، انا ما بتكلمش على العوام. هو ادي نص وانت راجل انجيلي من اروع ما يكون، وانا اقول امين. اعمى يقود اعمى، ماذا سوف يحدث حضرتك؟ يسقط الاثنين. هيقعدوا الاثنين في حفر، انا معاك. بس هو الاعمى وهو، ولذلك يسوع بيقول كلام من جواهر من حكم على الكهنة. اسمع ماذا يقول على الكهنة. على كرسي موسى جلس الكتب والفارسي، كل ما قالوه ان تحفظوه فاحفظوه افعلوه، ولكن حسب اعمالهم لا تعملون، لانهم يقولون ولا يفعلون، لانهم يحزمون احدام ثقيله عصره الحمل وضعناها على اكتاف الناس وهم لا يريدون ان يحركوها بصابعهم، وكل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون اهداب ثيابهم ويحبون المتكئ الاول في الولائم والمجالس الاولى في المجامع والتحيات في الاساق، وان يدعوهم الناس سيدي سيدي، ابونا ابونا، واما انتم فلا تدعوا سيدي لان معلمكم واحد، مش معلمنا سنوده، معلمنا المسيح،
وانتم جميعا اخوه، ولا تدعوا لكم اب، مش ابونا شنوده، ابونا هو الاب السماوي لان اباكم واحد في السماوات، ولا تدعوا معلمين، شنوده مش معلمي ولا تودرس، لان معلمكم هو المسيح، واكبركم يكون خادم، والدليل على ذلك يسوع غسل ارجل التلاميذ. انا اتحدى اي ارثوذكسي يقول لي كان اغسل لي رجلي يا ابونا هيسبه، واكبرهم يقول فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. ثواني، شوف الكلام الجميل ده، ولكن ويل لكم، ولكن كلام صح طبعا، انت تقول امين، ولكن ويل لكم ايها الكتبة الفارسيون المراؤون اي المنافقون، لانكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. هو كلام ده. المسيح كان المسيح كان بيواجه، المسيح ما كانش بيجامل، المسيح ما كانش بينافق. العقيدة المفروض ما فيش فيها مجاملة. يا اخي الغالي ابو مريم، نعم ارجو انك تفهمني، انا لا منافق، لا والله لا اقصد، لا 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 اقصد، لا اقصد، لا سامحني اتفضل، سامحني لا اقصد، لا اقصد، الرب شاهد لا اقصد، اتفضل الرب شاهد لا اقصد. بصفتي مثلا زي ما حضرتك بتتكلم اني انا راجل جسيم متفرغ، خدت بالك، واجابل الناس لاول مره، ناس بسيطه، فانا بتكلم معاها في البدايه عن محبه المسيح وعن الخلاص اللي انا بؤمن بيه في كلمه الله، الخلاص من الخطيه والى الابد، وان حياه اليوم المضمونه لما يروح السماء. فاكر حضرتك دي خطوه اولى، دي خطوة أولى، فهمتني؟ أنا مع حضرتك، اتفضل. نمرة اثنين، نمرة اثنين، أنا لا أفضل أحد يقول لي أبوي، أنا شخصية ما أنا عارف لأنك إنجيلي، لكن هما بيقولوا كده. أنا ماليش دعوة بيهم برضه. لا ليك دعوة بيهم، لا ليك دعوة، متأسف، ليك دعوة بيهم، لا ليك دعوة بيهم. يسوع بيقول كده، المفروض تقول له كده. أيوه يعني عايزني آجي هنا مثلا أروح لجابر جديد تركيا يقول له ربنا جال وربنا عاد. ايوه نعم، ايوه نعم، زي ما بيعملوا المسلمين مع بعض. نعم نعم يا عزيزي، المسلمين بيقولوا قال الله وقال الرسول، كل شيء بالدليل. يا ابو مريم، يا ابو مريم، هل هم بيحترموا جثة الانجيل عشان يسمعوا كلامهم؟ لا صراحه لا، ده بيشتموا شتيمه ما تتخيل. طيب هل الراجل اللي زرع في قلبه كل الكلام ده مع احترامي يعني تربيه اللي جابليه، هل انا جبتيت يجيلي انا راجل عندي محبه للكل وبكلمهم بكلمه الله، هل انا هغيره؟ انت تعمل اللي عليك، على الاقل اعمل اللي عليك، حاول تراي. انا بعمل اللي عليا، ده اسمه قدام الناس، هو خلاص هو راجل مقتنع ان هو راجل اللي بيصلي للكل، هو اللي في ايده الدخول والخروج، هو اللي بيدي الحل للدخول. بالظبط، اكمل كلامي. اتفضل. هو اللي بيدي الحل اللي بكل السماء. نعم نعم اتفضل. هو اللي بيدي الحل اللي بكل السماء، وهو اللي مس السماء بايده ويريح ونيح والى اخره. اجي انا اقول له اللي انت بتعمله ده غلط، هل هو هيتغير هيصدقني؟ ده سؤال. ارد على السؤال لو سمح لي. خليني اللي انا قلت له، خليني اللي انا قلت له، معلش خليني اللي انا قلت له، خليني لو سمحت كلام حصل دلوقتي وروح ربي، بلاش انام دلوقتي اروح اجيب الجديد واقول له انت هيجيب الفاس، هيجيب دي سبوبه يا عمي، دي سبوبه لقمه عيش بيزنس. طب اعمل لك، انا هغير السبوبه يا ابو، انا هصلي من اجله. يعني هقول لك على حاجه، انا لسه جاري بوست من كام يوم على البيت، مع ان انا كنت عايز اسالك سؤالين قبل ما اكمل كلامي. اتفضل اتفضل، كمل القصة الأول، أنت كلامك طيب، كمل إيه القصة بتاعتك الأول، اتفضل. الأنبا رفائيل، الأنبا رفائيل. أيوه عارفه، عارفه، ماله؟ لسه بنزل بوست من كام يوم كده بيقول لا يجوز الصلاة مع البروتستانت. أيوه. لا يجوز الصلاة مع البروتستانت. نعم. مع إن العالم كله بيسكت من أجل الكورونا، والمفروض نتحد ونصلي مع الرب يرفع الوباء. يا سعادة القس ده بيصلوا بالصاجات يا تعسك، بالصاجات. نعم؟ ده بيصلوا بالصاجات. اتفضل، بيصلوا بالصاجات، اتفضل. بيصلوا بايه؟ بالصاجات، الصاجات، ده هي. دي الصاجات دي. اتفضل.
اسف معلم ما فهمتكش جوله. ما تعرفش السادات؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه، شارع الهرم، الراقصات، الراقصات في شارع الهرم. بسم الله. السادات اتفضل كمل. فهمتني حضرتك؟ ايوه فهمت. طبعا انا رديت عليه على اسمي شخصي انه نصلي، لانك انت لو بتقرا الكتاب هتعرف تحب الاخرين. كلامك صحيح. لو بتقرا الكتاب المقدس تحب الاخرين. خدت بالك؟ اذا كان بيقول ازاي احب اعدائك، انا ما بحبش اللي ليا، احب اعدائي ازاي؟ بس في مش حاجه جديده ساعات قصه لطفي فوزي حنا مش جديد. انت مش خلاص طالما من جديده، هل انا في استطاعتي كخادم من ضمن الات الخدام هل اقدر اغير بهذه الطريقه؟ اسمح لي بس اعلق على النقطه دي. حاضر اعلق على النقطه. اولا بس اسمعني، انا خايف لما التليفون يفصل تقول لي ده جفل يعني. لا 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 لا، انا ما انا هقول لحضرتك. شوف اولا هذا الموضوع ليس موضوع جديد. لو تفتكر حضرتك الان بابشوي قال ما حد داخل الملكوت الا الكنيسه الارثوذكسيه، وعندي تسجيلات من عندي تسجيلات. عندي تسجيل لي. نعم وعندي تسجيل للبابا شنوده. لو واحد بروتستانتي حب يدخل ارثوذكسيه لازم يتعمد من جد ولا يقبلوا تعميده، بيعتبروه غير مؤمن. تمام. معروف الكلام ده مش حاجه جديده. لكن انت بص، انت راجل انجيلي لابد من اعلان الحق بس كده. انا بعمل كده زي ما بتقولوا ايه، اعلان الحق الالهي. هم بصراحه طبعا بس كده، فهمت؟ ده اللي انا اقصده من اولها. لكن في نقطه سعاده القس في موضوع موضوع الطبيعتين والمشيئتين. يعني انا عندما قال الكتاب المقدس يقول يسوع يقول انا كلمت العالم على نيه وفي الخفاء لم اتكلم بشيء. الرسول بولس بيقول كلام من اروع ما كتب في الكتاب المقدس. اسمع ماذا يقول. بيقول انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفه بغرور باطل حسب تقليد الناس وليس حسب المسيح. وبعدين حضرتك كمان بيقول الايمان بالخبر، ترجمه فان دايك بتقول بكلمه الله، لكن اقدم المخطوطات واصحاها بتقول بكلمه المسيح، كمثل المخطوطه السينائيه والفاتيكانيه. لو حضرتك عندك فكره عن النقد النصي، عندك فكره عن النقد النصي؟ ايوه ما هو النقد النصي حضرتك؟ النقد النص اللي هو نفسه ينقد النص نفسه خلفيه. هو علم خاص بعلم المخطوطات، وفي نقد اعلى وفي نقد ادنى. النقد بالهدف منه الوصول الى اقرب نص قد يكون اقرب من الاصل. تمام حضرتك؟ تمام ممتاز. نجرب الايه لاقرب تفسير او لا مش تفسير، لاقرب النص الاصلي. ترجمه طيب. اقرب ترجمه للنص الاصلي. لا لا دي واحده بس، دي واحده. طب لماذا قال الاصلي؟ لان حضرتك الاصول غير موجوده. هل الاصول موجوده؟ ايوه في اصول موجوده، بعض الاصول موجوده. متاكد حضرتك متاكد في بعض الاصول موجوده حضرتك؟ بقول لحضرتك متحف بريطانيا وخلافه. طيب ايه راي حضرتك ان الاصول غير موجوده؟ دي معلومه من حضرتك بقى. لا مش معلومه من حضرتك، اتفضل حضرتك. اولا اتفضل حضرتك. اولا على سبيل المثال مقدمات العهد القديم، الدكتور الاستاذ وهيب جورجي كامل وبيقول فيها صفحه 24 لم تصل المقدس بعهد الجديد او القديم. كتاب مخطوطات الكتاب المقدس للدكتور اميل ماهر اسحاق صفحه 19، ليس بين ايدينا الان المخطوطه الاصليه، اي النسخه التي بخط يد كاتب اي سفر من اسفار العهد القديم ولا الجديد. دائره المعارف الكتابيه وانت راجل انجيلي صفحه 279، وقد فقدت اصول اسفار العهد الجديد بلا شك. تمام. يوسف رياض وطبعا اشهر من مار على العالم في كتابه موسوعه المعرفه المسيحيه مدخل الى النقد الكتابي صفحه 26 يقول نحن لا نملك نصوص الاناجيل الاصليه، فهذه النصوص نسخت وحصلت اخطاء في اثناء النسخ وغالبا ما نقع على قراءات متعدده. انت تعرف ما معنى قراءات متعدده؟ بمعنى مخطوطات، ما في مخطوطين مثل بعض. 25,000 مخطوطه للعهد الجديد، ما فيش اثنين ايدنتيكال مثل بعض. كمان يوسف رياض بيقول في كتاب وحي الكتاب المقدس صفحه 65، اشرنا في الفصل الاول ان الكتاب المقدس هو صاحب اكبر عدد للمخطوطات القديمه، وقد يندهش البعض اذا عرفوا ان هذه المخطوطات جميعها
لا تشتمل على النسخ الاصليه والمكتوبه بخط كتبه الوحد او بخط من تولى كتابتهم عنه. فحضرتك البروتستانت والكاثوليك والارثوذكس كلهم بياكدوا ان الاصل مش موجود، الاصل مش موجود، اللي موجود عندك نسخ. انت عندك 25,000 نسخه للعهد الجديد. ال 25 كتبها 25,000 ناسخ. تقدر حضرتك تقول لي اسم ناسخ واحد بس؟ واحد بس تقدر؟ لا طبعا. طيب اذا كان الكاتب مجهول كيف نستطيع ان نقول الكتاب المقدس كلام الله؟ الكاتب مجهول. انت حضرتك ترجمه فان دايك البروتستانتيه ماخوذه من المخطوطات، والمخطوطات الكتبه مجهولين، كيف نقول ده كلام الله اذا كان الكتبه مجهولين؟ يعني حضرتك عايز تشكك في الكتاب؟ لا 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 لا، انا ما بشككش في الكتاب، بالعكس انا بستفاد منك، انا عاوز استفاد منك. انت حضرتك الان عندك 25,000 مخطوطه، المخطوطات ديت وجبت لك الادله متين، والكلام ده مش بروتستانت بس ارثوذكس كاثوليك بروتستانت، ان الاصول غير موجوده، اللي موجود الان هو نسخ، هذه النسخ الكاتب غير معروف. طب اذا كان والتراجم ماخوذه من هذه النسخ، طب احنا ازاي نقول الكتاب كلام الله؟ لو حضرتك قارئ في علم النقد النصي، هناك كتاب مشهور جدا عامله علماء من علماء النقد النصي، بيقول لك لماذا النقد النصي؟ ما هي الحاجه لعلم النقد النصي؟ الكتاب اسمه The Series and Method of the New Testament Textual Criticism، بمعنى دراسة في نظرية وطريقة النقد النصي العهد الجديد. اللي عمل الكتاب اثنين من علماء النقد النصي، أولدن إيب وجوردن فيه. بيقول لك ما هي الحاجة لعلم النقد النصي؟ ثلاث أشياء. الأصل غير موجود، أصل الكتاب الأصل، يعني زي ما أنتم بتقولوا المتة مش موجود. اثنين، إن كتاب النساخ غيروا للتصحيح. أديك مثال على ذلك. انت حضرتك بتقرا حاجه اسمها الفصل اليوحنويه اللي هو النص في رساله يوحنا 5:7 والذين يشهدون في السماء هم ثلاثه. هذا النص باجماع كل علماء النقد النصي ان هذا النص مضاف وغير موجود في اقدم المخطوطات واصحاها، واول مره يتحط النص كان في سنه 1522 أراموس، اول مره كان يكتب كتابه الكتاب بتاعه او النسخه بتاعه ما كانش فيه النص، طلبوا منه ان هو يضيف النص، ضافه سنه 1522. النص ما كان موجود اساسا، النص كان موجود في اربع مخطوطات في الحاشيه، ثم بعد ذلك احد النساخ نقلوا من حاشيه بقى اصبح جزء من المتن. ولذلك النساخ حيروا، والكلام ده مين قاله كمان؟ بيأكد هذا الكلام مين؟ المهندس يوسف رياض يؤكد هذا الكلام ويقول ان هناك بعض النصوص، واستشهد بهذه النصوص، النصوص دي غير موجوده في الايه؟ في الاصل. فالاصل مش ثلاثه سبب النقد النصي ان ما فيش مخطوطين مثل بعض. طب الشاهد الان اذا كان الاصل غير موجود والنساخ غيروا للتصحيح وما فيش مخطوطين مثل بعض، كيف نثق في صحه الكتاب المقدس؟ طيب يعني هل الله مش قادر يحفظ كلمته؟ كلام جميل جدا جدا. طب هل الله وعد ان هو يحفظ كلمته؟ طبعا. فين الكلام ده حضرتك؟ السماء والارض تزول ولكن الارض من كلامي لا يزول. يعني قصد حضرتك كلام يسوع. كلامه هو كلمة الله، كلامه اللي مكتوب كلمة الله. طيب. اجيب لك ايه من المسلمين وان له لحافظوه. لا لا لا، ما نرجع بالمسلمين، احنا بنتكلم على الكتاب المقدس. لا ما بالمسلمين الان، لان المسلمين بيتكلم على. طيب ايه رايك ان الكتاب المقدس بيؤكد ان الكتاب المقدس الله سبحانه وتعالى لم يامر بحفظه؟ ايه راي حضرتك؟ نعم يا ابو مريم. بقول لك ان الكتاب المقدس نفسه بيؤكد ان الله سبحانه وتعالى لم يامر بحفظه، وترك حفظه لكم فلم تحفظوه. ايه راي حضرتك؟ اجيب لك ادله من هذا الكلام ولا بلاش؟ وكمان اجيب لك ممكن اجيب لك الرسول من كده رسول بولس، مش كلام العهد. بولس نفسه بيقول الكلام ده انه اؤتمنوا على كلمة الله ولكن لم يكونوا امناء. والكتاب المقدس بيأكد كمان عندك في ارميا 8:8 كيف تقول ان احنا حكماء وكلمة الرب على حقا انه حول قذب كلمة الكاذب.
اعتقد كمان في عندك في حزقيال 23:36 اما وحي الرب فلا تذكروا بعد اذ قد حرفتم كلام الاله الحي. حرفتم كلام واضح، كلام واضح. الله لم يامر بحفظ الكتاب المقدس، ترك حفظه لكم فما حفظتوش. وبعدين حضرتك لو قلنا اولا موضوع الكتاب المقدس، اي كتاب مقدس بتتكلم عنه؟ نسخه الكاثوليك 66، البروتستانت 73، الكنيسه القبطيه بتؤمن ان هو 75-0، ولا حضرتك تقصد الكنيسه الارثوذكسيه القبطيه 81-0، ولا الكنيسه الارثوذكسيه اليونانيه 75-0؟ ايوه. مين قال لك ان احنا دقيقه، ومين قال لك ان البروتستانت يؤمن باكثر من 66-0؟ ممتاز جدا جدا. اذا حضرتك يا راجل بروتستانتي عندما تقول الكتاب المقدس تقصد 66-0، صح؟ ايه، هذا الكلام بيؤكد ان الارثوذكس حرفوا واضافوا اصفار على كلام الله فلم يحفظوا كلام الله وحرفوه بالزياده. شفت حضرتك؟ طيب اسفك معلش، اسفك سؤال بقى ثاني عشان اتفضل. حضرتك مصري؟ حضرتك مصري؟ انا راجل امريكي من اصول مصريه. يعني انت مصري خدت الجنسيه ال ايوه صح كده الامريكيه؟ نعم صح. منين من مصر حضرتك؟ طيب انا منين من مصر؟ هتفرق في ايه حضرتك يا حاج؟ هتفرق في ايه حضرتك انا منين؟ مالي دخل؟ الكتاب المقدس بياكد الكلام ده، التحريف بزياده والنقصان. رؤيا يوحنا من مصر حضرتك؟ انا عزيز يعني منين من مصر؟ انا ما يعني هل منين من مصر هتثبت عصمه الكتاب المقدس؟ هتثبت الكتاب المقدس؟ يا عم انا ده اتجوزني منين حضرتك؟ من مصر؟ من عينيا الاثنين. انا من نيويورك حضرتك. تحب اعرف ساكن فين في نيويورك؟ اقول لك انا سايب مصر. نيويورك؟ انا من نيويورك. صحيح صحيح، انا من نيويورك. انا مهاجر بقالي يمكن 40 سنه، فتقول لي مصر؟ انا انت بيقول لي انا اصلا مصري. ايوه لا انسى الموضوع ده، المعلومات الشخصيه ما احبش اقولها. خلينا نرجع تاني. الكتاب المقدس بيقول في رؤيا يوحنا 22:17 22:18، لاني اشهد لكل من يسمع اقوال نبوة هذا الكتاب، ان كان احد يزيد على هذا يزيد الله عليه ضربات، وان كان احد يحذف من اقوال كتابة هذه النبوءة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن نعمل ايه حضرتك؟ انتوا على رأي الارثوذكس حذفتوا 7 كتب، وانتوا على انتوا بتقولوا ان هم اضافوا 7 كتب، نعمل ايه دلوقتي؟ ده اليس هذا تحريف بالزيادة وتحريف بالنقصان؟ ما هو اتفضل، ده اكبر دليل. انت بتقول احنا امنا ب 66، لكن احنا عندنا الارثوذكس الاخباط بيؤمنوا 75، بيؤمنوا ان هم كام يا ربي؟ 75. الكنيسه الارثوذكسيه الكاثوليكيه 73، الارثوذكسيه الحبشيه 81، الارثوذكسيه اليونانيه كام؟ 75. النسخه البسيطه 68. ايوم كلام الله، انت قلت كلام الله 66، اذا عندنا تحريف بالزياده، اليس هذا دليل على التحريف؟ اليس هذا؟ تقدر انت ترضى حضرتك اقول لك كلام من الاصفار ديت؟ ما تقدر تقول لي ليس كلام الله، هو بيقول كلام الله، اليس ده تحريف بالزياده؟ معلش يا ابو مينا، انت دخلت في حتت انت ما جاوبتش على الاسئله بتاعتي. ف انا ايوه اسئله، انت حضرتك بتقول لي انت منين من مصر؟ قال لي دخل ده في الحوار. ما انا ايه دخل في الحوار؟ انت بتقول لي انت منين من مصر؟ حتى انا قلت اسم حضرتك قلت لي ابو مريم، مش عايز تجاوب. طيب انا هقول لحضرتك، انا هقول لك هجاوبك مع احترامي. انا هجاوبك حضرتك. طيب. اسمي وسام عبد الله، وانا راجل متخصص في هذا المجال، في باحث في العقيده المسيحيه من حوالي 30 سنه. انا لي حضرتك مناظرات في هذا المجال باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه، ومن ضمن المناظرات باللغه العربيه مع القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير استاذ الدفاع اللاهوتي، ومن ضمن انا مسلم، ومن ضمن المناظرات باللغه الانجليزيه مع جان سي رينكن، ومن اشهر علماء الامريكيين في ولي جامعه في ولايه كنتيكت، وبيدي دكتوراه في اللاهوت، ومع بي اتش دي دكتوراه في اللاهوت، دي اشهر موظف. بعمل اتصالات على جميع الطوائف المسيحيه كلها على مستوى العالم، في مصر، في الاردن، في الولايات المتحده، في امريكا، في اوروبا، في الكل. من اللي اعطاك اسمي؟ انا حضرتك معايا ارقام جميع الكهنه جميع الطوائف في مصر. اتصلت بالبابا تواضروس،
اتصلت حضرتك برئيس الطائفه الانجيليه، عاوز تسمع الاتصال سمعهولك، اتصلت بجميع الطوائف ورؤساء جميع الطوائف، اتصلت حضرتك باساقفه رؤساء اساقفه رؤساء جماعات لاهوتيه، عمداء جماعات لاهوتيه، عرفت مين اللي بيكلمك الان؟ حضرتك ممكن تتاكد من الكلام ده، تدخل على الانترنت في عند حضرتك صفحه، طالما انت في الفيسبوك صفحه اسمها مسلم كريستيان ديالوج، الحوار الاسلامي المسيحي، عندك حضرتك اليوتيوب برضو مسلم كريستيان ديالوج، واتفرج واسمع. عرفت مين انا؟ انا ما كذبتش عليك، ما انا قلت لك اهو، وفعلا انا ابو مريم، بنتي اسمها مريم. فهمت؟ ربنا يخلي لك بنتك. شاكرين جدا. انا عاجز عن الشكر. في شيء انا عاوز تقوله حضرتك؟ الاهم من ده كله ده، انت يعني انت ليك، اتفضل بسمعك. انا ليا ايه؟ معلش بس في حد في الشارع عندي. اتفضل اتفضل، ليا ايه؟ اتفضل. لا يعني انت غرض من كل الحوارات دي الغرض، معلش كويس الحوار، الغرض الحوار وكويس الغرض، كويس الحوار وكويس المناقشات، ايه الغرض منها؟ الغرض منها كما يقول الكتاب المقدس مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعه خير. الغرض منها كلام كويس، اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. اديني فرصة اتكلم. اتفضل. انت راضي بتقرا كل الاتجاهات، خد بالك، لكن انت بعد ما تموت تروح فين؟ نعم، بعد ما حضرتك تموت بعد عمر طويل هتروح فين؟ هروح فين يعني؟ هروح السما من 6 ل 9 هروح فين؟ مش فاهم يعني هروح فين يعني ايه؟ ايوه يعني هتروح السما ولا الجحيم، الجنة ولا النار؟ بص، الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب ما عدا الشرك بالله، أنت راجل مشرك بتؤمن إن يسوع الابن إله مع الله الآب، فأنت مشرك، المشرك يدخل، لكن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب إلا الشرك، فطالما أنت بتؤمن يعني أن أنا في نظرك مشرك؟ لا أنا مش في نظري مشرك، ده الكتاب المقدس بيقول كده مش أنا. تحب اجيب لك من الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس بيقول كده مش انا، الكتاب بيقول كده مش انا، بيقول ان انا مشرك. ايوه، تحب اجيب لك الدليل؟ اجيب لك الدليل. يس، انا مشرك بتكلمني ليه؟ لما انا مشرك في نظرك بتكلمني ليه؟ اصبر بس اصبر، انا ما بقولش اي كلام بدون دليل. نعم لما انا مشرك في نظرك بتكلمني ليه؟ ما انا عشان اكلمك ليه؟ الهك اسمعني الهك اللي انت بتؤمن بيه بيتهمني بكده. لا انا ما بتهمكش بكده، انا عندي الدليل على كده. اولا انت بتؤمن بالتثليث، والتثليث مش موجود في الكتاب المقدس. انت بتؤمن يسوع هو الله، ويسوع قال وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك الاب انت الاله الحق وحدك. حتى نفس بولس يقول لنا اله واحد هو الله الاب. لماذا تؤمن ان يسوع هو الله مع ان الاب هو الله وحده؟ عرفت بقى ان انت مشرك؟ انت بتشرك مع الله الابن يسوع الاب. انا مش بشرك. اتفضل حضرتك، هل يسوع هو الاب؟ هل يسوع هو الاب؟ هل يسوع هو الاب وهو الكل في الكل؟ انت حضرتك طالما بيقول دارس دي حكمة الاقانيم، اقنوك كلمة سريانية تؤني جات وجور الله. ممتاز، انت حضرتك الاول قلت اهو انت وجعت في الهرطقة اللي انت بتقول اسمها هرطقة سابلس وهرطقة مؤلم الاب، انت بتقول يسوع هو الاب والاب والروح القدس، هذه هرطقة، لان بولس هذا كان ايمان باسيليوس بالاضافه هرطقه مؤلم الاب. لو قلنا ان يسوع هو الاب اذا الذي مات على الصليب هو الله الاب. شوف حضرتك بتهرطق. سؤال انت تؤمن بالتجسد ولا تؤمنش بالتجسد؟ لا رد على الكلام، انت اللي قلت حضرتك هرطقه، انت بتقول يسوع هو لا جاوب على السؤال، ما تغيرش، انت قلت يسوع هو الاب. بقول لك ايه؟ لا جاوب على السؤال، لا جاوب على السؤال، انت هرطقت. التجسد ولا تؤمن؟ انت جاوب على السؤال الاول وانا جاوب على التجسد، انت هرطقت، انت الكلام اللي بتقوله هرطقت سابيليوس وقفل التليفون. سعاده القس مش عارف، بيقول لي يسوع الاب والابن والروح القدس. يسوع ليس هو الاب، الذي يؤمن ان يسوع هو الاب ده هرطقت سابيليوس وهرطقت مؤلم الاب. لو قلنا ان يسوع هو الاب اذا الاب مات على الصليب. ولا قس بريتستانتي يعلم دينه، ولا قرص ارثوذكسي يعلم دينه، بيتعلموا دينهم من مسلم. في صوت كان معانا لواء المباشره الان، القس نجيب لطفي فوزي حنة، لطفي فوزي حنة بني مزار، لطفي فوزي حنة بني مزار. تطرقنا لاكثر من موضوع، اكثر من موضوع.
العقيدة ليست واحدة معايا. اثنين، ما نقدرش نقول طوائف، هذا ليس الطوائف، المسيحية أديان وليس الطوائف. دخلنا في لاهوت المسيح، تمام. يبقى اول حاجة ثبتنا ان المسيحية ليست طوائف أديان مختلفة، لان بيختلفوا على الاساس. اثنين، ثواني، احنا قلت اثنين ايه يا اخوك؟ هم اعذروني. ثبتنا ان التثليث غير موجود في الكتاب المقدس، ثبتنا ان الكتاب المقدس ليس كلام الله. وبعدين في الاخر موضوع التثليث وموضوع لاهوت المسيح. كان معانا هو مباشرة القس لطفي فوزي حنا بني مزارة، قس انجيلي. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله، الله أكبر، تكبير، كل تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي. يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود، يا من جل قدره، جل قدره. لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا، سماء وأرضا.